دي خبرة تصير هذه تسعة ناقل ولا تسعة ها؟ لا لا الحين بس أبي أشوف مصدر كهرباء هني في مصدر كهرباء ابو حمود كتبت قصيدتك؟ ها؟ كتبت قصيدة؟ ايش؟ ابي قصيدة كتبتها؟ انت تبغى تجلس؟ اي والله هات جيب العدة ابشر الخشب تبشر بي النشف تبشر بي النشف يا اخي كانت ستي يا اخي طيب انا امسك احمد سعود قصيدة كتبتها ولا لا؟ لين يستوي مع الارض ليش؟ يا خمسة الجلسة وش زينة وقول بروفايلك ما جو جلستي جاهزة رحت بس كذا دخلت الاعداد رجعت لقيتها الحرقة هذه ثوبك نظيف اخيرا جت ثيابك جت ثيابك جات وسرقت كلها اليوم كيف جات وسرقت ما فهمت يعني لبست كلها اليوم ما عاد عندي شيء يا جدي وين الجلسات الباقية؟ وينها؟ كانت هنا كثيرة، وين راحت؟ امسك امسك ابو حمود. استقبل استقبل. دامني عليك مقبل. ايش رايك؟ استقبل استقبل، دامني عليك مقبل. كسرت. كتبت قصيدة ولا ما كتبت قصيدة؟ اي بس ما كتبت صح. ليه؟ اي والله جاني شو اسمه دخل علي الشباب وانا اكتب بقى معك في اخباك؟ بقيتها معك؟ ها؟ شو انا ما انكسر اعطي اقرا اعطي اقرا معك ورقه ايش؟ وش يقول؟ يا اخي ورقتها معك سؤال والله ما اسمعك يا ابو ابو حمود ما اسمعك يا معاذ ورقه القصيده معك يا انسان وش بك يا ولد اقسم بالله لا لا جد والله ورقتك السنة معك اقراها لا الحين ما همي موجودة في الله هذه ابو خالد يلا يلا بس يا اخي في جلستين وينها؟ ها؟ كيف خلاص طيب اي بس لازم لازم الجلسة موجودة تبيع الجلسة كانت ستة موجودة هنا ست حبات موجودة فجأة ولا واحدة كيف ذا؟ بالله بالله في مرصوص هناك شيء منهم زي هذولي زي الجلسه ذي لا والله ما يا ولد ايش الكلام ذا؟ يا اخي تكفينا يا رجال تكفينا ما كفينا ثاني جبنا فرشه وفرشناها غير زين حط قرصك بنحط بس اول شيء نشوف الجلسه ما مجلس احنا ما نخلي والله لازم اجلس يا ابن حلال انت ايش فيك؟ هم ردس على هذا صح صحيك حلال بعد ما افطر اي والله ضبطنا الفطور ها تعال تعال هنا يا ابو خالد ابي مصدر كهرباء يا رب ان كحيلان يقولها صح الحين ذيبا وش عندك الحين وش هذه صباحكم سعر. لا صباحكم لا يا اخي والله العظيم اني اغلط يا صباحكم 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 معنا لا والله ناهي لا العكس صباحكم صباحنا وياكم صباحكم ويانا لا صباحكم معكم صباحنا معكم صباحكم صباحنا معكم صباحنا معكم يا كابتن ايش قصتك هذا الفطور هذه الفقره اللي بعد صلاه الفجر صباحنا معكم هذه فقره يعني هي مبادره والله نحسب انها كذا فقره الاسبوعين الاسبوع كم الحين كملنا يا فيصل اسبوعين يا كلب
اهم شيء الطحين لا يخلص. لا السمن والله انا على وشك، بس اني ارسلت برقيه غير مباشره. يا اخي اخذ لك سمن. انا اجيبه امي ذا السمن. والله؟ اي والله البر هذا مرسلته امي. ما شاء الله. وامس لمحت في برقيه غير مباشره. واليوم سنلمح برقيه مباشره. والان بلمح برقيه مباشره. ما عاد فيه. ما عاد فيه، نبي نضمن. اي والله، المراكب وين اختفت يا رجال؟ ها؟ مراكب بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن حلال في احد اخذ الجلسات وموديها مكان ما اعرف وين. وفي احد اخذ المراكب وادري وين انتهى. قل لا اله الا الله. لا اله الا فيكم الله. فيكم صل على النبي. لملم الجلسه تطلع محفوفه. وش باص هو تلملمها كيف؟ ترى بدون شباب. باص ما تلملمها يا اخوك. حطها كذا. لا وهذه واحده ثانيه وباقي ثنتين. شوف قول لا اله الا الله. الجود من الماجود. يا ابو حمود. وانت علشانك تحديت الظروف. وانت وافي ولا منك كسور. خير ايش نسوي؟ ابو خالد عد هنا. عد فوق. قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. لازم داخل. دش معك؟ ها؟ اضبط فيديو واحد واقفكم. خلاص. زي اللوز. لازم الحين. يا رجال والله العظيم ان شيء مو طبيعي، في شيء فيه جاي تعبث هنا. بطريقة استفزازية. شو جديد تعبث؟ يا رجل العزبة قبل الساعة واحدة كانت كلها موجودة، هذه وحقت النار. تبي الصدق يا ابو حمود؟ كلها راحت يا رجل. تبي الصدق؟ انا إيه؟ خليتها. ذمتك خشيتها عشان الدوله على سم. الله يرفع قدرك. الله انتك حلا. انا اتوقع ان هناك في شيء. هذا ديوانك؟ لا هذا مو بالكتاب الاصلي. هذا الكتاب الاصلي قريب ترى بشرك. ما شاء الله. باقي عليه ها 4 ايام 5 ايام 6 ايام. ما شاء الله. ما يتعدى 10 ايام. ما شاء الله. انا والله انا اني متوقع انه بيطلع كتاب قوي جدا. باذن الله. باذن الله. بإذن الله بإذن الله مسامرين خير وإن شاء الله الأمور طيبة. الله يجملنا ولا يحملنا. آمين. الله يجعلنا من المقبولين. آمين. الغير المنفورين. آمين. الحبيبيين المحبوبين. آمين. لا إلا البر والسمن. إيه أبشر غيرها. بس ورقة القصيدة أبيها ضروري أقراها قبل لي يومين أشرح لك القصيدة دي. خلص لدي والله ضروري يا ابو. خلاص بجيك والله. بروح اجيب من. طيب وانت روح هناك داخل شو اسمه هذا؟ الغرفة. هلا بجيب الـ 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 الاواني. الاواني المنزلية؟ لا الاواني المركزية. ها 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 عرفتك تنكت. مو معقول الجلسة فيها. القرص سجلناه الى بعد الظهر. احد اخذها هناك. ها؟ وديها للمركز الجزئي. فيصل بلس. فيصل بلس. وين تقولها؟ وين تقول؟ من تجع بلس من اسمه؟ فيصل بلس. فيصل بلس. هلا ابو خالد. الومك. يلا. ايه ايه هذه ثيابك وديتها المغسله. طب تعال تعال حلو عيوني لك. درابك في مفتاح؟ ايه ما حد يفتح صح؟ ايه ما ادري. ايه ما حد يفتح. خلاص بحط ثيابي عندك. يا الله دولابي يلا يكفيني. يا ثياب 4 ثياب. بس اسمع اذا حطيتهم عندي ترى يحق لي استعمالهم اي وقت. استعملهم والله. طيب. المشكلة يبين اني اسرق. تعال تعال تعال. ما اقدر اقول لا والله مو ثوبك. واضحة. عاش ابو مسفر. هذا عشان ما يجي ثقيل علي. شو؟ ايه الله يستر عليك في الطحين دحين يقرشني السرور.
ايوه رياضه صباحيه. اركض. والله دوخه يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اصبحنا واصبح الملك لله. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت لك النشور. اصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص وعدينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما عاد بها سمن خلي العسل. مرحب استريدوم يا ولد. وش حيت المشتاق الاشتاق ايش حيت المشتاق الاشتاق يا اخو وش حيت المشتاق الاشتاق يا اخوك وش مشتاق له او شربه من عدتهن كان ها قول لا اله الا الله اضحينا وما قضن معك لماسيه انا اخوك صح؟ صح اطلع 48 ساعه ولا 24 ساعه وان شاء الله انك ترجع امورك طيبه وامورك بتزين عوافي والحافي دافي الله يعافيك لكن دافي ايضا لكن يا ابو مسفر انا اخاف يقولون هذا جبل المسيح طالع ما ادري ايش وش دخل المسيح يمكن الجمهور ما يبي يطلعه وش دخل المسيح في الموضوع لا ما دخل اقبل زومك وارجع ما دخل ابدا سماشي الربع فيه هدى شيء طولنا معكم فزع شيء تعود من الشيطان دافع يا الربع في صيد شيء هيا والله وبالله وتالله لو المسيح معي اني اطلع 48 ساعه او 40 ساعه واقدر ازوم يخلص اشغالي وجهي لكن الله ياخذ ويعطي ما عليه هكذا الدنيا تبدل جلدها تعال افطر يا رجال تعوذ من الشيطان والشوق والغلقه ذي بتروح لا شفت وجهي تعال اجلس كل ما اشتقت وجاء في صدرك الغلقه والضيق اجلس معي واسمع وتناول قليلا من الحديث أزاه ان جلس معك ان شاء الله الله يرفع قدرك واستمع قليلا من الشعر من شعري ومستقبلا اقرا من كتابي وسترتاح يا كتاب اللي اوجعتنا قلوبنا ما طلع والله باقي 7 ايام 5 ايام 6 ايام ما يتعدى 10 ايام والله انقل الكتاب ان شاء الله بين يدك كفو موقع وجاهز بس مصالح فرحه يا سعدنا والله الله يسعد ايامك يطول عمرك يرفع قدرك ويجمل حالك بعد ان شاء الله كتابي باذن الله تستاهل الخير يا ابو تستاهل طيب يا ام اسمع ابو ابراهيم لكن احنا نبي الحين المقرصه ها؟ المقرصه ما ادري وين راحت وغير ذلك نبي طال عمرك الغاز ما ادري وين راح وغير ذلك غير ذلك اقول جل بالعافيه عسى الله يسهل امورك وانا والله العظيم اني ما بتبعكم لاني افطرت قبل صلاه الفجر وين بتروح؟ بنام والله والله حقه صلاه جمعه اليوم اي والله يا محمود ابو فلاح وين المقرصة والغاز والأمور هذه؟ براسك براسي إيش؟ براسك حاجة. محمود فلاح لا تكلمني إلى يوم الدين فواز إيك يلا لا تكلمني إلى يوم الدين يا أبو مسفر أنا قبل لا أسري عليكم السلام طلع أسلم أبس أسأل سم أسأل وتلقى الجواب في نظرة عيوني تقرير تصوير لأجمل عذاب تصوير لأجمل عذاب أقول لك هذا الرجال الحين يجلس معكم إلى الساعة 8 من هو؟ صاحب أبو بدر فوزي هي أبو بدر فوزي أيوة زين حلو هو ما نجيك الساعة 8 ولا 9 منكم وسريري جنب سريره وما أدري إلا هو فاز زنبي ولا ضاربا ولا يسأله عن أسئلة وأنا نايم هل يحق له ذلك أم لا؟ والله هذا فواز الشمري قد طبعه نعم كان جار لي الله يذكره بالخير قبل 3 ايام احترم احترم كان جار لي قبل 3 ايام وكان مزعج جدا ازعجني بالقروشه والاسئله لا تخليني اتكلم والسؤال لا تخليني اتكلم خليني اعبر ايش دراك ايش خليني يمكن امدحك اصبر
شوي بس ابك شوي ابك. الكتاب باين من عنوانه. طيب وازعجني وكل ما اجي طائر انا يا اخي انا اسولف معك يا اخي افتح مواضيع يا اخي يا اخي. طيب انا بعلمك. اداره الحوار هنا يا فواز اداره الحوار هنا. فتصبر يا اخوك مالك الا صبر. تدري انك تنام جنبه تاخذ اجر مضاعف؟ لانه يسبب ازعاج وارق وقلق وارق ومن الاشياء. فانت الله يعينك عليه. غير انه يقوم شوف عن هذا يضربني بالورد. غير انه يقوم بالموت الصغرى والموت الصغرى. اكبر دليل انه كويس يضرب الواحد بالورد. قلت شفت احد يضرب احد بورده؟ لا لا هذا الرجال هذا دليل انك كويس. لا خلاص ما تعطي وجه الحين بضربك بحيد الحين ما هو برد. الله يسلمك. يا هلا ومرحبا. ابو حمود عذر السموح الغاز ما هو موجود والمقرصة ايضا ما هي موجوده وايضا الشغال الكثيره ما هي موجوده. ندبرها عجن ايضا ابو حمود ازيدك من الشعر بيت ايضا لا يوجد ماء وايضا الضوء ذو ضيوف شرف يعني ولا ايش صباحكم معكم احنا اول مره اي والله انقطعت انت والله انك صح اول مره احنا والله لنا يمكن اسبوعين انا والرجال ذا اسبوعين وزي كذا اي والله انا وسرور لا اسبوعين زي كذا يعني ما عندنا وما عندنا لا كل يوم عندنا الا اليوم حظكم حظكم وشو شو اسوي بكم؟ وشو جماعه؟ قول لا اله الا الله حقك يا ابو عبد الرحمن في الشحن ما طول لكن هذا وقت فطور ما طول عمرك يحب زينا قرص يحب قلبك شكرا ولا انت قدر مو في صدر قدر في الصدر يا ابو عبد الرحمن مو في الصحن والله انا اقولها صادق وابشر بالعوض شوف شوف كيف يطلع يدخل في الموضوع يطلع من الموضوع طيب انت اذكر الله احفظ الله يحفظك واذكر الله يذكرك لا ابعد مني هات هذاك هات هذاك هذا اكبر سبب للارق والقلق لا تجلس يا اخوي انت شايف سواليفك هذه والله العظيم كلها امزوق خير شفت اول ما تكلمت راح صالح هذا دليل الارق والقلق انا ستذهب يا صالح سوف انام يا ابو فواز قول لا اله الا الله فيكم صل على النبي يا بسبوسه وينك ابي مويه يا رجال يا بسبوسه وينك يا صالح الفرحان يا حي الله فزعه عربيه تبغى مزح ثقيل لا والله كرت المويه اجت كذا يدي بيض الله وجهك بيض الله وجهك على المكرونه مجعلك سالم الله يطول عمرك واللي مثلك اكلكم متى يخلص نص ساعة واضح اللي جاي على جوع نص ساعة 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 انا علي اسمع انا علي الجبن والخبز الاشياء السهلة لك الورد لا يقذف الا بالورد يا سلام شت بالوردة يا وردة في كل الفصول ها الو كيف الحال الو يا مرحبا ومسهلا لا هذه قصيدة عنده قصيدتك يعني ايه كملها علشان ما تبلش والله عظم الثاني ما عاد اقول سوى لانها ذبلتها الورود في مايه تعبان طيب هو ترى اوريدي بتحط فوقها مايه عارف بس من يعني من الادب والذوق ما تحط ما تحت طيب لازم تقدر اوكي عموما ما علينا خليه يشتغل شو اخبار الامارات؟ وش طيب؟ هذه المره 77 اسالني نفس السؤال قايل لك والله العظيم عشان افتح معاه موضوع والله والله اني قايل لك عشان افتح معاه موضوع نصيحه يا معاذ خلاص خلاص الارق والقلق في جبهه الرجال هذا مكتوب عبد السلام والله العظيم اني انا ما عرفت النوم صح الا يوم انك نقلت ورحت هنا والله في اللوكيشن ابو حمود الحين ما يبيني ابي الغاز الحين كم جبهه لا تقوم تهرج وانت جالس ما هرجت انا اطحن الطحين لا ما تطحن رجي دول جالسين في احد يطحن طحين ابو محمود رجي دول جالسين يتفرجوا فينا واحنا نشتغل احنا ضيوف احنا ضيوف لا ابو عبد الرحمن ما في احد يشتغل وهو جالس ابو عبد الرحمن خله اليوم حقه في الشحم لكن اليوم الله يطول عمرك حقه في القرص يا ولد والله العظيم يا شباب مو معقول الغاز وينه؟ هذا هو غازك مو موجود في العزبه هذا احط هذا كان هنا البارح كان البارح بالليل يمكن في العزبه ذي العصر كان ترى هناك وين؟ هناك طبخنا قهوة. تعال انتوا اللي شلتوا. وين؟ طبخنا قهوة هناك اليوم العصر قبل المغرب. شوف توي هرج. صح. لا لا تعال. قول لا اله الا الله. العصر. قول لا اله الا الله الحين صدينا قهوة صيام. يا اخوي. يا اخي والله العظيم اني يا رجال اني حطها جنب مفلي. لا قال لك مفلي ومفهي. لا. هي المفروض جنبه. يا ولد يا حبيبي المفروض جنبه. لا انا اعلمك. هذه جاية كذا. يا اخوي حطها هنا الله يرحم والديك يا مقطع الجلسات انت حطها هنا الارق والقلق والله الارق والقلق وجهك زكسوك يا
طاق. خلاص اكفي. ايش الضحكه الطويله هذه؟ صور. ارحب. لقيتها. هنا الكورنر. كيف محله يا ولد؟ فخم صح؟ زي كذا يرفع لنا السوالف. المشكله انه من الصبح جالس معنا وانت تدور على الغاز وسات. والله اني ناسيها يا رجال، تو ذكرتها. والله العظيم مشكله. والله ناسيها. ابشر على خشمي تبشر بي. ايش رايك فيني وانا جاي اليوم؟ كم هذه عندك هناك حشرني. حط يا ابو شفت؟ شفت؟ هذه انا حاطها. لا لا حطها هنا هنا هنا. قل له. لا ماني قايل له، حطها بعدين اقول. يا اخي والله كذا كفو. كفي يا ابو حمود؟ ولا ازيد؟ انت حطيت ماء عشان تعرف توزن؟ لا ازيد ولا لا؟ ترى كان في ماء وكبه. لا لا بحط الماء بعد فوقها. ازيد ولا لا؟ اشرح علي يسعدك. ما قدرت من راسك وانت برجع. قم 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 حط الجلسه هناك. قم قم حط الجلسه هناك. خربت العجينه ترى والله العظيم. ما جربناها. تكوي يا فوزي الماء الماء تكوي يا ولد، العجينه تخرب صدق والله. لا تسقيها خلاص. لا تسقيها خلاص. ايه والله احس سرور في داخله. في داخلي همزه زحمه حكي. ودي يا بوح تكفوا يا رجال مويه يفزعونا. الرجال بيموت من عطش. خلاص خلاص خلاص. تكفى يا راعي المرات وفي الليل. المداوم مو بزين. المداوم مو بزين يا ولد. لا لا مستخدم لا مستخدم عشان ما يضايقني ذا ابن الحلال. انا كنت وراء الخيمه. قم قم شيل العده من عندك. قول لا الله اذكر الله اصبر اصبر. قول له انت ايش يقول في الاعلام؟ ترى صباحنا ما عادهم معكم. اترمى تصوم تفكر منك. والله يقول جلسه امس مو بزينه بعد بدوني يا يعني. اطلق جلسه عادل. والله تدري من اللي يقول محمود يقول سرور يقول امس ضايق مره يقول الصبح جالس اول مره اجي الساعه 9:30 يسلك لنا يا ولد يقول جالس يسلك لنا يقول فاقدك يقول والله الجلسه بدونك ما لها طعم. قلت الله يسلمك. معاذ اين؟ اين ستذهب؟ يا ولد عطنا ما يا ولد اتق الله في نفسك يا اخوي. خلاص يا اخي كذا كذا العجينه ترى يا اخي. وش عزينته يا اخي وش عجينته؟ تعلمنا في قرصي يا اخوي زينه من زمان يا اخوي من عاد بقع صبيه. انا ادري انك مختم القرص بس مو بالطريقه هذه. ها شيء طريقه كذا كذا كفو ترى. لا والله عجينه يا شيخ انا خايف على بطنك. على بطني انا؟ اي واليوم اول مره تشرف تاكل معنا المشكله. يا اخي المشكله من انا اجيب لك مويه. يا اخوي جيب لي يا اخوي مويه يا اخوي. تكفى يا شيخ. لا مويه جديده يا كابتن. ها ها داخل داخل تكفى. انت نمت. والله ناسي يا ولد والله ناسي. معاذ اعذرني تكفى. المه هناك المه هناك. عجل لا يجي سرور يشوفه علي كذا ويزعل علي بعد وانا فضيله. كل يوم هو زعلان يدور الزعل هو محمود. والله المطبخ المطبخ في بلادي خلص تعليمي. جيب كرتون ها عشان نخليه بكره وبعد بكره. يا اخي هنا في فل. على ما اصطنك بهذه في علباك. مرحبا يا محمود. مرحبا والله مسهل. فاز حب حطينا جلسه. شوف كيف حاطها معوق. ما له حيله جالس ما تحرك انت. كيف حاطها؟ اتق الله في نفسك. واضح ان هل كذا صاروا يكنسون البيت انك تبلش النظام اللي يسوون والله كذا والله. كنا كنت يوم قسما بالله. واضح. يا اخو ولا ولا اقوم من الجلسه تبي نسوي اقوم من الجلسه كامل اطلع من البيت. اعطيك في القبر يا ابو حمود. مهم في يا فوزي وش اسمه وش نادون انتم؟ فوزي فوزي والله الب... يا اخي جيب كرتون طق طق ولاعه من المطبخ كان يمديها. عجينه واجد ها. ايش رايك تسوي جيمات اليوم؟ حط ما شوي لا جيمات والله اني صادق يا فيصل. والله اني صادق حط جيمات تك فيصل. انت تقوم تفلسف يا كل يوم قرص قرص ملو. حط جيمات ايش دخلك الحين؟ من غير يا اخي انا يكسب في الخير والشر في الحلوه والمره. والله لا والله فكره حلوه جيمات. درب جيمات ايش صاحي انت؟ والله شوف والله انا جاهز حق جيمات. لا تسوي مثل الرجال تاخذ خصوص بيدك فكرني. لا افا انك عارف ادري عنك ولا صاير ماشي ادري عنك. اصبر عشان بس ان امي تشوف السمن. والله ما عاد بي سمن يا ام مصروف وتقوى يوم سلطان. يوم سرور يوم سلطان يوم ما عاد بسمن يوم والله ماني بشاحذ
بنت جميل بيضة وقت ما تبين جايبها عاور عشان هي أو بصرص فيها. سلوك بالله يا مني. قال لكم كرتون، انتم ما تفهمون؟ يا اخي انا افهم يا ابوي، ترى من اليوم احنا ساكتين ولا قلنا شيء انا معاك. ايش قلت؟ خلاص قد جاسر. قولي قولي لا خلاص لا تقول. تصدق اني قبل شوي اني اقولها بالمطبخ. والله العظيم ماسكه معي من اليوم. ها؟ ماسكه معي، والمشكله اللي عليهم خصم ما يكون شيء، اللي ما عليهم خصم يعني. يعني قصدك زيمن؟ قول لي اياها عشان اقولها. ما تتحفظ. والله ماشي. يا ولد هذه مو ملعقتها اللي دايما يا ابو حمود. لا والله اللي عجنها مو لا والله لا ملعقتها مو بهذه يا ولد. انك تعرفني مو باول مره عجن. البارح سواها. ان شاء الله. امس مسويها قبلي. لا لا قبل انا ما جلست معك امس قبل امس. قبل امس تسمعها بمعاد امس معهم الصباح. ايه ما شاء الله اجل ما عشوك البارح الربع. كيف عشان؟ ما فطروك؟ الا وش فطروك؟ فطروني قرص. قرص وش من وعسل و رجع اول مره تجي تفطر قرص. ها؟ انت مستقبل في الليل لا فطرت لا قرص ولا غيره. انا خابرك تسوي مقلقل تذبح حق طيب تسوي مقلقل هديك بس يا محمود. والله كنت انتظر العشاء منك ذبيحه لكن ما قصرت يا اخي سويت قد اتيت بها على راسي. ولا والله سويت متى جيت انت؟ ما جيت الا الساعه 2 مو بحجه. طيب الساعه 2 ذاك اليوم جيناك من الفجر ذبحت لي. المفروض تحترم مواعيدك. ذيك المره معنا طيب المره ما معنا شيء. الله يطول عمرك الله يرحمك. الله العظيم تخليك مسفر ابو حمود عيب تقول الكلام. الرجال قاعد يهرجك يا ممس يا ارحب اقول لك علمك غانم جعلك سالم فعولك ما يحتاج جعلك سالم يا ابو ترى ريحه الغاز فاحت. تبي العجينه حقك تبيها ولا شوي؟ ما شغلت بس عجينه تبيها ولا شوي يا ابو حمود؟ ها؟ تبي العجينه ولا شوي؟ ورني شو ورني لو معطيك نظره يعني كيف شفت شغلي كيف اي يعني واسع اي يعني لقد ابدعت. المشكله ما هي اول مره يا رجال عندي سوري فيها اول مره. طيب المشكله اني جبت الماي ولا كب ولا فوزي تكفى يا فوزي نسينا حاجه. والله طبيشي واللي بعد والله طبيشي تكفى يا فوزي لا قم قم خلاص قد والله شوف حنا صراحه محترمين نفسنا انا ومعال عشان جالسين معكم ونبي نسولف معكم وناكل معكم. حياكم الله بس حياكم الله. انا صراحه جيت عشان اكل صراحه لا انا معطي مقدمه اقدم فقره مو من الحين اللي بدي اكل صراحه راحه. ترى عندها فقره اسمها الصراحه راحه تجي مفاجاه يمكن تجيكم بعد شوي بس ما ادري. الصراحه قرص سرور ما في احد الا ويمدحه. خلوا قرص سرور خل انا اقول لك لو اني لو انه ما عجبني ما كان جيت اليوم والله. خل عجيها قاسم يا رجال احنا قررنا ابو حمود اليوم نسوي جيمات ما نسوي قرص. مو على كيفك. ايش مو على كيفك؟ مو على كيفك جد مو على كيفك. ضيف ضيف يتشرط كيفنا. طيب عشان تتشرط بشرط. لا يا اخي نبي نجرب القرص بشرط عشان تتشرط جيب مراكي. لا 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 لا, 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 لا. يا رجال ترى والله العظيم انه ما ضبطت العجينه ولا شفتها قامت تلعب العجينه صح الا يوم جاز روح. الله قول من اليوم تقول والله تقول نوره داري يبغى وجهك من الله حالك. لا حول البيز وينه. خذني بيز يا كحلان. قم 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 جيب البيز يا فيصل. وش البيز؟ بالله فيصل سرور 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 جيب البيز. شي شقد قول خذني بيز. خذني بيز يا كحلان. يوم ناي بيز اللي. والله انك وافي. يا ابو علي. والله انك وافي. تعال قرص قرص. والله انك حي التعزيز. والله في شغلات انه بطله هنا مع القرص كذا. قرص قرص. اقول لك قرص وسمن وعسل. ليش خليتها هي؟ احسن احسن. معك هذا قرص 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 بس ذاك اليوم يوم عبكنا اكلنا. ارحب. ايش جاك؟ من ذا اللي صاير؟ من ذا اللي نديم؟ هذا عبد الله الشهراني. وينك؟ روح يا فواز روح روح. وينك؟ يا تعبان. خلاص خلاص خلي 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 عند الناضج. هذاك ورا الناضج. هي عند الناضج. يا خلي الرجال شوف مع منصور داخل. ها شفته شفته. قول لا اله الا الله. يا اذكر الله يا رجال. لا اله الا الله. فيكم وصلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. يوم جماعه عشان نقول صلى النبي بس. ترى نبغى سكر. بالله عليك. اي والله فوزي فواز فواز جمعك سكر تكفى. ما
اسمع كلام اسمع كلام قم انت طبيشي طبيشي هذا على قصة طبيشي يعني يبقى قبلني صح؟ طبيشي طعمك هذا طبيشي انت لا هذا سالف تعرفه يا ابو حمود؟ لا والله عدني لا وجد والله بس انا انتهت الحلقة الأخيرة قبل فترة قلتها انت؟ لا هي هذا طبيشي طال عمرك عسكري سلام في الا والله انا مسؤول مسؤول لا شو عسكري ابو طيب اسلم ما انا والله شوف تاجر هذا انت خل على على المهم انه ما خل على المنصب بس عفوا عفوا مو بعسكري مواطن عفوا مو بسعودي ترى عربي تلميحة ثانية لا والله المهم انه مسؤول في مكان ما وكل ما جاء احد قال روح كل ما سأل راح كل واحد كل ما جاء راح شخص قال وش من اللي يروحك قال الطبيشي قال من اللي مروحك جاني مثلا معاد جاني قال من قلت من مروحك معاد قال الطبيشي جاني سروق قلت قال من مروحك قال الطبيشي من اعطاك شهادة من اعطاك من اعطاك ذا من اللي يسمح لك من اللي سوالك كل ما جاء احد قال الطبيشي 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 وراح ذا المثل قالوا على حساب الطبيشي كل ما جاء الحين يعني الطبيشي يعني على حساب الطبيشي هذا فاهمه غلط اصلا قلت ما لها ما لها موضع في المكان ابدا فاذا الحين يعني اذا قلت هذا على باخذها على حساب الطبيشي يعني الطبيشي بيدفعها والطبيشي والله ظني ما عاد بتابع شيء الله يستر عليك الله يستر عليك وسلامتك مختصر يعني اعطيتك السالفه يعني ما ادري فهمتها شكلك ما فهمتها بس فهمها ما فهمتها ابو حمود فهمها مريها اقول لك على عجل انت بتقول امسك اسمع 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 بالحلال قول لا اله الا الله خليني اساعدك امسك امسك هذه لا تميل خليك سيده يا بالحلال ايوه بس بس خليك ثابت ابي ورقه قصيده انت عشان بروح اقراها وبجي ما فيش والله العظيم ضروري يا ابو حمود تراني جالس جاملت لك جالس ايش؟ جاملت لك طيب طيب لا والله لا جالسنا عشان شو اسمه عشان صباحنا حياك تكون شو اسمه؟ صباحنا ما شو اسمه؟ ناخذ صباحنا معكم صح؟ صباحكم معنا وانا اقول انت كل واحد يقول انا جالس واحد يقول عشان القرص واحد يقول انا جالس عشان والله العظيم اني جالس عشان سور استغفر الله العظيم لا هو محمود جد والله انا عليك جالس عشان من؟ عشاني لا اني والله جالس والله عشان الناس اللي اني والله اوه اني ادريك يا ابو محمود تقلب علي يا ابو اتخاطب من بجيك خمس دقائق يجيكم عجل ايش كلنا والله جالس عشان انا لا اعطيت والله انك كفو ومحزم ظفر لكن ابي ورقه قصيده شوي بجيك اقرا اقول لك شيء ترى شغلتنا بالقصيده وبتجيب العيد فيها والله العظيم فكني من خلها بتجي مفاجاه اقول لك خايف يطلعوك بروفالك بقصيدتك علمتك والله اني صادق فكني منك لا تخلينا تحرقها وتخربها لا سبرايز يعني اعتبرها تصريح هذا فقط صراحه راح بالجزء الثاني يلا ايش رايك تعطي الحين صراحه راح سرور سرور وش سلامات ما عندنا اضيف غيرك ما في لان انا والله لو تمشي مني تسالني لا سنه قدام ما خلصت من معلومات احب خلاص هذا فقط صراحه يا اخي سرور انا اكتشفت انك تحب نفسك واجد تمدح نفسك واجد ليش؟ انا اعلمك ليش ليش تمدح نفسك كثير؟ انا اعلمك ليش عندي تبرير كل ما جلست لازم تمدح نفسك انا 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 اعلمك ليش؟ انا اعوذ بالله من كلمه انا اعلمك ليش؟ ما ادري ان الله تعوذ من كلمه انا استغفر الله والله استغفر الله لا الرسول انت لا تتعوض لا اقول تعوذ من كلمه اعوذ بالله من كلمه انا اعطي سكين واحد يتعوذ من كلمه انا انا اعوذ بالله من كلمه انا وش بعد؟ بعد ما تقول انا 20,000 مره معلش هذه فقط صحراحه خلاص طيب خليني اجاوبك تحمل ما يجيك خلاص خليني اجاوبك اتني تحت البث تمسك تفاضخني طيب انت ليش في البث ما انت فتحت زيادة بالبث انا؟ شفت انك قلت انا؟ الحين احسب عليك هذا اعوذ بالله لا لا بس انت تقول طيب شوف انا ابو حمود طيب دقيقه سؤال انا المذيع ولا انت مذيع؟ لا احترم الفقره احنا فقط مع فقره صراحه راحه اسمع اسمع شوف الصراحه راحه اسمعني اسمعني قول لا اله الا الله انت تسالني عن فقره الصراحه راحه صح؟ هذه فقره الصراحه راحه حلو صح؟ ايه فلما تيجي تسالني عن فقره الصراحه تخيل انك تسالني سؤال واقول والله شوف هو يحب ان يسوي كذا طيب حن انا اسالك اجاوبك انا اسالني عن شخصي معليش انا اسالك قبل الفقره انت دائما جلست دائما تقول انا 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 قبل ما قبل الفقره قبل اي شيء احنا زي قصه قبل الفقره قول لا لله قول لا لله قبل سؤالك ما مو بوجيه ولا كان له داعي يعني انا هذا شيء طبيعي لكن اما تقول انا مثلا جالس الحين ما عنده سالفه انا والله يا سرور انا والله يا سرور رحت علمك ليش علمك ليش علمك ليش علمك ليش طيب وانا 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 الى متى يا الى متى معلش عطل المذيع مجاي يتكلم يلا المشكله انك ما غلطت معلش الى متى يعني انا الى متى الى وين تبي توصل كلمه انا عندك خلصت ولا اجابه مختصر لو سمحت طيب سؤال اطول من اجابه على كيفك طيب انا بقول لك كيف تبغاني اسولف عن الناس وانا اولى شخص يسولف عني الان
لازم إذا أنت تعرف برامج الواقع وفهمها صح، الناس تبغى تعرفك أنت وليس تعرف اللي معك. طيب. فلذلك أنا قاعد أوصل للناس من هو سرور بطريقة حلو خلال طيب. فترة بعدها ما راح أقدر أقول أشتق سؤال من إجابتك. إيه بما أنك تقول تقدر توصل طريقتك من غير ما تقول أنا ومن غير ما تذكر نفسك، يلا عطني ذا. مثلا أنا أقدر أجيك وأقول مثلا أنا أقول إيه عادي، مثلا أنا أجيك وأقول سرور ما أحتاج، يلا عطني مثال. الغلاف مكشوف، انت في برنامج واقع 24 ساعة، يعني يلا. ما تحتاج تقول انا، انت ما بجاي ساعة لقاء حواري وتمشي انا. احنا يا شباب حياكم الله في فقرة صراحة راحة مع سروقي. سلام والله صار يسمع بعد وليد. اي والله يعني ايش صراحة راحة ولد محمود ذوقه بالشيرات بطل حبيبي. احنا مع فقرة الحين الله يرضى عليك. من يوم شفت احنا مع فقرة يا ولد تقلع في نفسك، هذا دليل الانانية، دليل الانانة. معليش نسحب من فقرة، احنا فقرة صراحة راحة مع معاذ عبد الرحمن. تفضل. اهلا معالي عبد الرحمن. هلا الله. ينسحب من صراحه راحه لان حشرناه في زاويه. والله حشرته زاويه مشكله. معليش سرور روقي اطفع المايك عليه. معالي عبد الرحمن حياك الله ضيفنا العزيز الغالي من الامارات. الله يحييك. حضر فتره وجيزه، انقطع فتره كثيره، رجع قبل البارح فتره طويله. معالي عبد الرحمن قبل وبعد والان باختصار صراحه راح ترى اجرحك. طب بس بس منديل هناك بدخل اجاوب عليه. تامر علي من اليوم ايش عندك مشكلك؟ ما تحركت شروط. هذا دليل هناك. شوف السؤال، قال معاد قبل وبعد والان معاد عبد الرحمن. اجابه حلوه بس تسمح لي يا عبد الرحمن معاد اقول شي كلام، انا خايف اجرحك صراحه. خذ راحتك بس هذه فقس ما صراحه راح. خذ راحتك. اجابتك تدل يقول كلمه الصراحه راح اكثر من اسئلته. اجابتك تدل ما عندك اجابه. جاوبت عليك. معاذ عبد الرحمن هو نفسه ما تغير. أنا أقصد لكن معاذ عبد الرحمن أثناء البرنامج كيف كان، بعد البرنامج كيف كان، والآن كيف كان عودته. شوف الفترة الأولى اللي كان فيها أخذ مشطه. لا قبل ما شوف تحت العلبة. معلش فاصل. وينه؟ شوف تحت هذه العلبة. لا لا الطاولة اللي أنت كسرت قزازتها البارح. ما كسرتها أنا عبد الإله. عبد الإله طيب صح. كنت دفاع عن نفس أنت يا أخي. ناس تعبانة. أسلم قلت لك معاذ. إيه؟ في بداية البرنامج. إيه؟ كان مش ولا بد. أيوة. بعد البرنامج يوم طلع طبعا صح ما يخصك فيه صح. يوم رجع بإذن الله تشوفونها معاذ. حلو حلو حلو. معاذ عبد الرحمن تفضل. ماذا سيقدم في حياتك وماذا قدم في حياتك سابقا وماذا سيقدم مستقبلا؟ بإذن الله سوف يقدم كل ما هو مشرف له. الكلام هذا ما نبيه لو سمحت، ما نبي إجابة مثالية، إجابة دبلوماسية، نبي دغري في الموضوع. حنا الصراحة راحة، أبي وش بتقدم وش عندك. شفت قلت لك يقول كلمة الصراحة راحة أكثر من أسئلتك. معليش ما نبي تدخلات. سوف يقدم ما هو مشرف له ولأهله ولبلاده بإذن الله. أيضا إجابة دبلوماسية أخرى. ما يخصك. هذه إجابتي يا معاذ. هذه إجابتي. أنت تدري بسياسة الفقرة أنها صراحة راحة. يا أخي أنت كذا بتحرق علي اللي بقدم. يا معاذ. صح ولا لا؟ يا معاذ يا أخي. صح ولا لا؟ يا عزيز الغالي ما أحد دخل، أنت مع طيف، أنت مع مذيع عفوا. يا أخي الغالي. أسلح. يا أخي الغالي. أسلح. فقط الصراحة راحة. طيب تكشف أشياء كثيرة. طيب أوكي. أوكي. ورا الشخص الضيف للناس. طيب أتجاوز السؤال. إلى متى تتجاوز؟ والله إلى متى؟ تجاوزت 20 يوم حرام عليك يا شيخ. معاذ معليش احنا اليوم فقط صراحة راحة، نبي نطلع بشيء بإذن الله. نبي نطلع شيء معاذ، ما نبي بإذن الله وستشوفون ما نبي أشياء، نبي فعلية. كيف ما نبي بإذن الله؟ بإذن الله سبحانه. إذا الله أذن اتق الله. لا تأخذ على كلمتي هذه. لا لا أنا ما نبي يعني إجابة دبلوماسية رجاء يا معاذ. والله أنا إجاباتك كذا يعني. أنا إلى الآن ما قدرت أشتق إجابة من سؤالك. أشتق إجابة من سؤالك. سؤال من إجابتك عفوا. لكن معاذ عبد الرحمن أسلم. طيب بعطيك سؤال ثاني. معاذ عبد الرحمن مذيع مقدم كلها نفس المعنى. منشد شاعر لاعب، وش وضعه في المنطقة الإعلامية؟ معاذ يا طول عمره سلامة يوجد لديه فويس أوفر، الصوت الأخباري. حلو. أشتقت سؤال من إجابتك. تفضل. يعني انت بتصير مذيع اخبار؟ مو بشرط مذيع اخبار، مقدم يعني اكثر من شيء. حلو. نعم حلو. يعني بالاخر مذيع. حلو حلو.
نشتق سؤال آخر؟ تفضل. تسمح لي؟ تفضل. معالي عبد الرحمن كم يبلغ من العمر؟ ما لك دخل. ما لك دخل. صراحة راح عادي. لعبة. أنت تبغى صراحة راح. هذه فقرة كذا شفافة جدا. أسلم. معالي عبد الرحمن. عبد الرحمن. هل لك فقرة في البرنامج ستقدمها؟ نعم. ما هي؟ ما يخصك. في وقتها بتاعي. سكر الرجال، الرجال جاء. سكر سكر. سكر سكر يا فوزي. تكر يا فوزي. معاذ عبد الرحمن أنت هلقانا معك لأنك لا لم تتعاون معنا بالإجابات. والله العظيم شكرا ضيف صعب لن نسحب من كلمة. عكس الرجال ده أنا أقعد معك خمس ساعات. امسك 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 امسك. وليد. قطعة وين سرور محمد فلاح يكلمني ليوم الدين. أشكر جوك الجميل ليوم الدين. أشكر صباحاتك الرايقة يكلمني ليوم الدين. أشكر عذوبة أذنك يعني أشكر السلسبيل الذي يخرج من هذا ويتسرب في أذنينا. شكرا لذوقك محمود. شوف هذا ما كان له في الشيلات فأنت ترى محاسب على كل شيء يسمعه لأنه بيطيح في الشيلات وبيصير يشغل عنه. ذوق ذوق وبالشيلات يعني مو اي شيله يسمعها. اي انا انا عجبني والله نفسي انا. طيب على الطاري يا محمود على الطاري ذوقك وما ذوقك فيه شيء بوصل لك. منين جاينا منين؟ ها؟ من وين جاي؟ جايك من اللي بيوصلك الان تعرفها. اتمنى ما عاد تحاول تحتك ولا حاول تتواصل او انك تتبادل الحديث مع فيصل بن قربه رجاء. لا شوف نظرات فيصل بن قربه نظرات يعني عزة النفس والقطاع. اتمنى واتمنى توصل المعلومه ولا موقع عقد معاك هو يعني عاد هذا شيء ما يخصك يا محمود. انا وصلت رساله كده كده. فاتمنى انك تتقبلها كذا 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 والله كذا كذا الحزن. طيب طيب كويس عشان بس عشان اكنسل عقده مع سامي الجعوني عشان يمسك الباب كذا. فيصل ايش عنده محمود الجعوني؟ ايش عنده التوأم الجعوني؟ يلا يلا العمل اللحن هنا بلا هذا بلا هذا ولا الطير هذيك الامور خلك عند الكرسي. مرني يا سور روق مرني يقول الطيف مرني. لا والله يزعل على طول سور بعد اهلي يا اخي انا قلت تكلمني اليوم ايش تبي الحين؟ لا هنا ادري بس انا مستني يوم اشتراك انه بوقت هذا والله اشتراك يا وليد احذرك يا وليد لا تعطي هذا الشخص هذا ما له شيء. لا بدني خربوا زي سماعاتك. ها هذا حق خرب لا سماعات الكبار هذه ترى انا عاد منصور لقى والله مش دقيقه ترى قصدك عبد الله عندي سرور فاحترم نفسك سرور يعني انت محتاج الشيء اللي معاك ذا يا وليد يعني تحس مره مره فاقد اسلم لك قريب ان شاء الله اسبوع والله بس وين ليش ما في ناس تشيلها؟ ليش باقي انت يا اخي تعال يا اخي لا صدق كل الناس زعلان عليك اشوف كيف نقم كل الناس انا وش اسوي زعلان هي بس اكلهم احبهم يا اخي احيي فوضويتك المرتبه اسمع وشلون انقل الفولدرات الثانيه؟ والله يعني بجيك انا واجلس عندك واعلمك يا ابو محمود لو سمحت اعطني جلسنا مع غيرك وعلمناه متكبر ابو محمود لو سمحت اعطني الشيله هذه اعطني الجوال عليك بعد ما تعلمني الجوال اعطني فلاش الحين هذولي سته صح الله اوي جاد لا ما حركات ثانيه فانتاستيك ايوه هذا اللي تسوي مثلا انت ما شفته يسوي كذا تاخذ اربع لفات يا شباب اللي ما كان قرص ترى اول مره بتاكله بيهرك بطنك انا ما معلومة انا ولا تسويها شلون شلون قاعد تنقل انت من والله يوم جمعه بعد انتبه يعني اللي ياكل قرص انتبه لنفسه حانة تدخل ترى هات الله لا يشكر لك فضل المشكله هو اللي مسوي العجينه ويسوي شيء خاص ها ما بيننا شيء خاص تعدي على طول افهم شخصيتك والله اننا اسا 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 وش ذا خلنا حطه في المايك خلنا نسمع يا ابوي وش يا ولد؟ لا 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 وليد انا لو سمحت انا ممنوع اعطي احد لا يطب باذن ذاك الكبير هاي تعال هاي حرام عليك اخوي وانا الاخو اللي بيننا بعد ابراهيم الثامن خلاص ابراهيم الثامن قرب ما بقى الا اسبوع
ابن عاط والله العظيم اللي ينكبك طلع البيض يلا انا الصبح انا لا لا خلاص شوي بالله شوي لا 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 تخطر عليك هذا اللي استغال انت خطر تسمع حسن الاشتعال ام بس يا الله بالتسعين بالله يداري 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 خلاص بس يكفي تريد علمني عشان تجهز 1 2 3 واو خلاص خلاص يا فل انبسط سرور مره كذا حسيت معنوياته ارتفعت صدق يا ولد تراك تو جاي انت صاير من اسبوعين احنا نتفنن كانت لفه واحده الحين وصلنا الثامن بكره بيتزا ايش كنت البرايم بكره بيتزا على عدد البرايمات تلفه ايه بغى يسوي كلمات بس حلفت علينا كم جيمات جيمات على صاج يستهبل ذا والله هذا ما عنده ما يمزح يسوي كل شيء وش اللي جيمات على صاج؟ على صاج الله يعين سمبوسه على صاج صح مشيها بس جيمات على صاج فيها لك كل اشكالك يا ابو والله يرجع فيصل والله يا حيف والله ثلاث كفرات لك انت قسما بالله العظيم اسمع إذا ما حطيت معاك حدود وخطوط حمراء وش إذا ما حطيت خطوط حمراء بيني وبينك حط خطوط عنبية لو سمحت عنبية؟ لا أحمر عشان أنا أعلمك شلون محمود تعال لو أعطيك سماعة رياكشن أطول تسوي ما يصلح لا والله من زمان محمود من زمان ها؟ من زمان أجلس معك أصبر أصبر أجلس يا حبيبي تعال أنا اكتشفت في ناس تعال خف علينا يا تعال تعال محمود طيب هاي هاي انا داري انت وش فيك انت وش تبغى الله يطول عمرك محمود تعال اسمع اعطيك وجه البراءة قلت لي الله واو محمود واو 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 ايش قلت لي بالله كم 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 قرص قرص يا ادراس ولا ما حد بس ما تقول انها ما حد يا ابو الغرايه ما تقول ما حد لا تغرين زي كذا كم قرص كم قرص ربك تنحاش كم قرص لا ماني من عاش اللي ضيع لاني عارف من اللي مصلع القرص لا اله الا الله كم قرص انت والعجينه اللي حزتها اللي حاصل العجينه جريش تعال يا وليد غلطه يا ابو محمود عيون وليد بليز كمان جيف مي اي ونت هير ويت 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 بليز مستر فواز ويت دونت بي هاري اي فيل بورينج ايش قلت؟ اي فيل بورينج تعبنا احنا نصرف الشيكات عليكم تعبنا ملاحظات وهذا هو ترى يخب عليك بعد على فكرة والله تعجب بتجيبوا الكلام لنفسك ولي يا أخي نبغى سكر يا أخي ما تسمع نبي سكر مصبح نقول والله العظيم إن لو طالب سرور لجيبه بس يوم إنك أنت طلبت والله العظيم سرور طلب والله سرور طلب صح كنا يجلس جنبك والقلم مفتوح والله العظيم سرور طالبه شوف شوي ها شوي بروح انا لا والله سمعت قال عطى والله اني قال عطى اعطني قلم شوي لا وليد هذا اخوي وليد اللي لاهلي ابو زيد عطني اعطني قلم لو سمحت سم الله يسلمك وليد تكفى تكفى اخر شيء تكفى تكفى ما في شيء من الكلام ايش تبي؟ ايش تعطيه؟ ابشر والله لا لا ايش ذل النذالة تكفى يا ولد شمر وين الاخوه؟ خلاص الاخوه في القلب والله ما يطب داري بس اريد ترجمتها ايها الرجل ترجمتها بالافعال شفني فيصل والله اني مسطل يا جماعه بامانه لا تكبر كم قرص باقي غير هذا؟ بعلمك شاكر خلاص بس باقي واحد انا صراحه كنت صديقي خلاص لازم صديقي بس واحد انت صحك فقط صراحه راحه قدمنا اثنين مرتين اليوم ولا كان واحد تكسر شفت قريت انت؟ اي كفو ودي اسولف يا فيصل بس اصبر شوي خلني اسمع ذي ابي اروق والله مشكلة والله مشكلة يا بابا هذا يصلح لك انت على هونك ترى شفت يا وليد فتيح القاسم ترى ما اسمع الشلات هذا ما اسمع
خلاص. غيرت ملابسك ما قطوك اجل. افا كيف شعور السباحه تالي الليل؟ انا كنت متفق انا واحمد داري انه بيرد لي شيء لانه حلف. متفق انت واحمد؟ ايه اخذنا جيك انا واحمد وعبيناه فليت وعبيناه مويه وسخه وعبيناه كل شيء. اخذتين كم؟ وفي عصير منتهي عرفت كل شيء كل شيء كل شيء عبيناه عبيناه تراب شوي على اساس وش اني اجلس انا كاني فريسه ويطب احمد سعود المقلب مره ثانيه. فجاه احمد سعود قاعد يركض هنا. محمد حاس السالفه. بس تدري زين ان محمد قطعه؟ تخيل محمد ناثره على حمد. احمد ناثر ان على هذا هو كذا كانت الخطه. والله اقسم بالله تقفل مع حمد. هي كانت الخطه كذا اصلا تقفل ما تقفل. بس لقد اكلتها. اكلتها؟ اصلا انا كذا دايم باللحظات الاخيره يموت التخطيط. والله العظيم. خططك دايم تبوء. والله دمشق. غير التخطيط. اقول لكم شيء. سام. خصوصا يوم جاء طار الموت وان انت قد مت قبل كذا في كلكت كلكت ما وزعوا الى الان المجموعات شكل الاسبوع ما في صح غير كلكت مطبخ طلع اسمع ايه شلون الاسبوع ذا ما في وشلون نجمع درجات احنا ورانا نهائي الاسبوع الجاي كيف؟ لي اسم الاسبوع الجاي ايه الاسبوع ذا عزاء ما جاني مطبخ الا معي انت يوم لا الاسبوع اللي راح ولا عند طيب انا نفسي امور ماشي انا وياك لحالنا ترى اللي ما جانا ولا طبخت؟ ما طبخت واللي راح؟ طبخت مره ما اعديها حاولت اعديها وعيت تعدي اي والله هو شغال 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 راح يرجع زيادة. اول يوم طبخ صح؟ سولف سولف اترك السماعات والخرابيط هذه سولف مغسل ما له داعي الشاي وليد لا حق وليد غسل ابوه شت غسل عشان توصل تريد ان تغرقني بالماء؟ لا ها سوف اغرقك في قلبي تعيد مشهد لا حق وقف البركه لا ابغرقك في قلبي شلون تغرق من اخرجك من قلبي لا يعني اغرقك تموت بقلبي اغرق في بحر حبك اعطني يعني نصيحه اتعبث بالماء قل لي ابغاه وبس والله اني بشرب اكل اروح اجيب لك مويه لا على قدك لا بسرعه تحسب بدي اخذ الزواج مسوي عزة نفس اللي اخذها على اول ما حرك يده على الكوزي لا يعطني اياها بس ايش لا لا وش يضرك والله ترى شوي بسمع ورجعها انا قاعد وش وانقش بهن سنوني اسمع بهن انا قاعد انا شغال الحين ما لانك انت سمعتها اكثر من قلبتها انت لو بحلف اكثر من ترى من دخلت البرنامج هذه اول مره احط بدنك انا ادري والمشكله هذه حطيت بدنك الشيء اللي انا ما احطه بدري تو زاني مصرمي انت لو تدري وش سالفه الشيء ذا كان عذرتني واعطيتني والله ما عندك سالفه والله ان خطه دامت لي ساعتين اول مره اصير استراتيجي بالخطط ساعتين ساعتين يو تشون مدخل عشان الشيء ذا عشان شيك انت اعطيتني نظرات الضيم ذي والله العظيم شيك بس ترى والله العظيم شيك كل شيء هذولي كلهن وانا ما قلت شيء ليش؟ لاني احبك واقدرك وش هذولي وش لو انه واحد ثاني هذولي كلهن كان صار كذا وكذا وكذا وسكت وبالالغاز انت شاعر وانا شاعر وتفهمني شاعر مو بشاعر بس اني شاعر معطيني وضعية الحلقة الأخيرة بالمسلسل الكويتي الله العظيم ارجعوا العيال لأبوهم خلاص خلاص تسمح لي بكلمة؟ شو؟ تسمح لي بكلمة؟ لا جد والله تسمح لي؟ لا ما بيني وبينك كلام يلا توكل على الله ايش رايك فيني يا سلو؟ عطني بس عطني اسمح لي يا رجل ماني سامحنا والله يا كلور المسبح مغير وجهك مخليك نظيف حاول كلام يقطونك هنا فيصل نظرات صنفر ومسوي حركات لليل وجهك ما يزينه من الصنفرة يعني يلا بنشوف من هو الصامل فواز طبعا فاشل في الامور هذه تقويم فيصل بدا يبين معناته بدا يضحك لا والله ضحك 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 يقول بوش لا والله فات
هذا سيارة منصور سمعته اللي سوى دخول ذاك اليوم. لا تغمض، ترى إذا غمضت خسرت. الوافي يلي ما حد مثله هبا يا مرب الجدان في اللي م... كلماتك يا فيصل وريني اسمعهم. والله عجيب. يلا يلا تدري عاد بعلم الناس شوف فخرت عيني يا اخوي ترى معي على فواز بوه انجز عليه. إذا حطيت عينك بعين شخص واحد وطول أكثر من ثلاثة أربعة 30 ثانية الشخص هذا شجاع. أنا طولت أكثر من دقيقتين. طيب وأنا قاعد أنظر فيك أكتشف طلعت من شجاع لفيت عينك والله العظيم. دقيقتين أنا قلت أكثر من ثلاث دقائق أبي أعرف. تضحك كشف نفسه صوتك الكورال كأنه صوت من لا العظيم مرة ثانية خليك خليك إنسان الكورال كأنه صوت من لا صدق والله اكثر من 30 ثانيه شجاع ذكي الحربي اسمح لي بكلمه اسمع الكره اسمح لي بكلمه اي اسمح لك خلاص ايش عندك انت اسمع الكره اسمح لي اسمع الكره خلي مسكتون على اساس تكلمون مسكتين ما عليك انا اسمعك انت انا اللي اسمع لك مو هم اللي يسمعون وش كلمتك يخلص تسمح لي بكلمه يا ولد تكره الله وليد بالله يعطني بس معي وليد لا تعطي والله اني داري خاص منطرب بدون هذا تسمع لي بكلمه يا تعبان انا قاعد اقول بنفسي تسمع لي بكلمه امسك راح قيل منصور قل سمع انشيلتك تسمع لي بكلمه سكرت اقسم بايات الله العلي العظيم تراك لجيتنا تسمع لي بكلمه ايه اسمح لك بكلمه اخلص فوزي ممكن تجيب سكر لا ما تجيب سكر ايش؟ ما تجيب ايش اللي لا؟ ايش اللي لا؟ شوف اذا اعطاني للشيء اللي معاه والله لاقوم اجيب لك والله العظيم ما تقوم لاقوم انا اهم شيء اهم شيء ما تاخذه يلا يلا يا فيصل يا فيصل يلا ايه يلا والله من جزي بس الشاي خلص وقص جاهز اسمه دراما برجيك يلا تعال تعال ثاني ثالثة واحد يسكر تسكر ثالثة عشان احسب دراما وقوم يلا واحد يسكر قوم يا انا قوم اسمع كلام ابوك تسكر يا يبا انا دايما اسمع كلامك طيب يلا سم طقه مرة ثانية عشان طق ثالثة تعال والله يبا انت انسان ما تقدر لا 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 سكر لا 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 أول مرة لا هني؟ لا 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 قوموا من النوم روح انا خلاص قوموا من النوم بس انا طلبت طلبة شغل اسمع انت ما راح تعطيني اياه اقسم بالله اقسم فواز فواز تاكل فواز امشي بروح اجيب انت ما راح تعطيني اياه صح؟ والله يبيض وجهك صدقني لا اخذه راح ارجع لك تعال تعال دايما عطرت لك شوقي بحرك يا اخي هذا يسمع اشياء غريبه عطرت لي شوقك بحر وعجاجه ارسل لك شعوري فورت ترسله للغير اسالك وش هالسذاجه ما عاش من يحاول يهمش مناعير حر انا ماني مثلك دجاجه طيب عدل على الخير ترى وجهه بالتصوير نفس وجهه كذا يسوي نفسه ما حصل منك معزه وتقدير فرقك عيد ولا ابي منك حاجه وهذيك خلينا نشوف يا ابو خالد بيض الله وجهك ابو خالد جبنا الله حالك تستاهل الخير جرحك وصل مشكور تصبح على خير نزه نزه شوي اللي حسبتك طب قلبي وعلاجه وطيب ما حصل منك تكسير اعطيك حلوى الماء وتعطيها ماجه عبرت لك شوقي بحر التعابير وعبرت لي شوقك بحر عجاجه ولا خلت وعيد مره وترسله للغير ابسلك بالله وش هالسذاجه ما عاش ما يحاول يهمش مناعير حر انا ماني مثلك دجاجه طيب حر انا ماني مثلك دجاجه على الخير للشر لا والله عيل وتلاقيها إما حصل منك معزة تقدير فرقك عيد ولا أبي منك حاجة
المقطع خرافي الله يهنيك. بيض الله وجهه. والله مصور قسم بالله انه معي. يا بعد والله العظيم تدري اني ما ادري انك مصور داهيه الا مشيت الدوره قسم بالله. ايه ما شفت شيء. المقطع الثاني سويته ولا ثلاثة. لا مصور ومخرج. حاول تركز يا ها؟ مصور ومخرج. والله العظيم انه مبدع مو مخرج بس. الله يرفع قدرك. وركت يعني تفتر عندك. شنو هذا ابو شو اسمه؟ هذه عريكه. والله اكثر واحد سوق قرصك هذا. منو؟ قرص. يا ابو حمود عاد في طحين خلاص. لازم تفتح مطعم. تسوي شيء وخلاص. تسوي القرص هذا. باقي يلا بيض الله وجهك جبت سكر. جاي بريك. والله العظيم يا فيصل اني ما لقيت شيء احط فيه سكر جبته بريك. على اساس مره واحده يكون معي. والله انك كفو. ما لازم ضبط. اعطاني فلاش يا وليد. وليد اعطاني فلاش تك يا وليد عشاني شوي اعطاني شوي. برمجتك كوب بلاستيك. معلي عادي. عشان يكون معنا يطول. طول كيف نحطه يطول معنا؟ حطه يعني كيف؟ عادي عادي كب كذا ايوه ما يستهبل لا لا اعطي ابو اوزن لك يا ابو احمد ما شاء الله ها خذ اوزن يضل وجهك ما قصرت حطه في العزبه يا اخي عادي ترى مو شرط البريق الحين سووا بريق علشان الشاهي طيب والحافظات حقت السكر سواها علشان السكر يعني كلها في النهايه شيء يحفظ شيء ليتنا من حجنا سالمين قسما بالله بالمويه ترى من اليوم ذا وهذا ما اعطاني سماعه حبيبي سماعة الشمس تجيك عشان كذا تضغطك زياده ادخل الجو ليه؟ لا والله انا باخذ ختمي معاد وانا قصدي هب زين والله ما عرفتك يا لقاني انت قاعد تفكر طيب صح؟ لا 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 عاد بلا سامي ايش ابو خالد؟ سامي ولا عسل خل بجي اساعدك ابو خالد دائما تتبادل مياه المشاعر الحلوه الجياش اي يا اخي شلون انا حاولت اتكفل من السمن الله يرضى عليك ها؟ حاولت اتكفل من السمن كيف؟ انا حطيت سمن واجد اليوم ما حطيت سمن واجد ما عاد في سمن احفظ عليه والله العظيم انه ما عليه اهم شيء خلك عيش لحظه اليوم عيش وسعى في حياتك محمود الاخير الاخير اخير راح شل من السمن هذا ورجع ايش تسوي انت يا لانه فيه كثير في شيء بعد لا بس عندك ها تبي تغطي الشمس في طريقه اسهل فواز سهله مره سهله بس لانك ذكي جدا ما تعرف تستعملها اللي هي البس نظاره شمسيه باقي عسل اصلي بس في شيء صح ولا لا؟ اصبر ما عليك مسكت والله لا اسويها لا يطيح القزاز على مخي لا والله انا اطيح عادك عادك ما طعمت الطعم النهائي بس انا هذاك اللي جاي مسوي على باله بيدق مغير المكان اسمي ما افهمه كنت شيخ اسمه هذاك منو عز ايوه فواز يا اخي والله فكر مش عارف لو سمحت تكسر الماسه تكسر يوم واحده ما شاء الله وقت العيش يطلعون ما شاء الله سلم ارحب يا ابو سعيد ام الحيله بن هاشم والله اني احبك اي والله ماسك من البارع والله ابو سعيد منتهي فواز خذ هذيك وحطها بالطول خلاص ضبطها والله ضبطها عرفت الوزن ارحب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته خذ هذيك وحطها بالطول سد الشمس خلاص وزنتها هذه حديث تحب والله حلوه بس بعد القرص ما تصلح يا هلا ومرحبا ما شاء الله من وين هذه؟ عسل اوه على طريقها والله انت اسكت والله تعال شوف كيف صلحت حاجة بين الشمس وبيننا والله ما اسكت اشكر ام وليد الشمري الله يبيض وجهها جابت لنا اغراض بالله عليك متى جابها؟ يقول لك بس اكيد ام هادي حلويات ما علمنا جابت كل شيء ما علمنا بها ما علمتكم بس حطيتها وسط مجلسكم متى اليوم ولا متى؟ موجودة هي مبطي بيض الله الاعداد قالوا لي في اغراض لك وين؟ ولا علمتنا وين حطيتهم؟ حلاوة تاخذها هذا بيها بساكيت ومعمول وشلطات و ها؟ عشان ام هادي الله يهديك عشان ام هادي خلاص اعطيني 10 طول عمرها ان شاء الله ابشرها القرص داخل ربعك كل الله يبيض وجهك يا عزيز ويكرم الجنة رجعنا في داخل كل يوم تدهم القرص
الله يطول بعمرك. انا طالب لك والله ما اقدر بعد قلبي انت والله انا رايت يا ولد ايه خربت وزوي. تكفى بعد قلت تكفى بعد قلت تكفى يا والله تخرب عليه انا طالبك طالبك في الشعر اعطني اعطيك الصراحه بيطلب وجهك اللهم لك الحمد يعني مهبي طلع عافية القرص ما تاكل ان شاء الله شد نفسك من القرص والله شكلاطه يا ابشر والله بالسماعة ما شاء الله تبارك الله يعطيك الصحة المشكلة بالفلاشي الله يكثر من امثالك لا الله يقلل من امثالك صح لان ذا اكثر واللي زي معاذ اقول لك تصير حياة مملة نبي الاشخاص الكويسين نادرين يا صباح الخير يا طلة الصبح 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 بصمه خذيتها عشان نطبع اليوم وجه العام لا من الله يوفقك يا رب العالمين والله ان عنده بصمه كيف يلعب بكلمات هذا مره قاعد نلعب بنوت وانت مبدع والله الناس ينتظر بصمتهم والله يخسر عصب عرفت ويا بعد هذا والله مو بيأشر له وهذاك مو منتبه يأشر له مو منتبه يقول له برز لي حالك يا وجه العنز يقول شوف وجه العنز واحنا بقر لا احنا بتيش صح؟ شوف وجه التيش واحنا بقر شوف وجه التيش واحنا بقر يا بنقر لا وش وجه التيش واحنا بقر احنا بلبا اي صح نسيته يا اخو نسيته مثلتنا الشعبية عارفينه بس انا استغربت والله تغيرت حياتي بعد حياتك اسمع يا فيصل يا الله يا رحمن يا غافر الدم اغفر لي ذنوبي وامسح خطايا خطايا يا الله يا رحمن يا غافر الذنب اغفر لي ذنوبي وامسح خطايا طيب انت الذي الحين طالع شهرين ضغط ضغط زر هذا الحين والله نهار ارتجال ارتجال اي والله كفو طلعت شاعر ساعدني ساعدني يا الله يا رحمن يا غافر الذنب اغفر لي ذنوبي وامسح خطايا كفى مو عاد بالقاف كله انت انت الذي انت ال انت الذي يا الله في مشكله في الشوط الثاني في كسر ما هو موزون يا خلل والله وش 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 قله اغفر لي ذنوبي وامسح خطايا لا بس الالقاء عندك ما هو اللي خلى في خلل والله ها عطر البيت الشطر الاول يا الله يا رحمن يا غافر الذنب اغفر ذنوبي وامسح خطايا اغفر لي ذنوبي وامسح خطايا ايوه كذا صح اغفر لي ذنوبي وامسح خطايا وامسح خطايا خطا اغفر ذنوبي غلط لا بس عجبتني عجبني نقدك وانت تبتسم تناظر نايس يو ار جود ها دكتور غسان تست صوتك وبعد الرجيع عسل سوي كذا وكذا سوى عملية غطة فيها غطة صغيرة وجه 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 ان شاركت يا فيصل حن نقرب عند واحد منكم قول لا اله الا الله في جلسة نطنا الشاي يلا جيب جمعها جمعها يا عشان نصب شاي للشباب اسلم 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 لله هذا اللي تبيه بغت تفج راس الرجال لا حول ولا قوة الا بالله يا رجال هنا 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 نفس محلنا شباب هاكم عند شباب وليد عيون وليد عمال جيب لك مخدة الشاي الشاي عطنا 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 الشاي عطنا بيرات لهن كرمهم يا كريم ارحبوا مسهلا طيب الرابع ما من جوا بس المقصد شوفتكم الحمد لله سامت معكم وش حركة الكوب هذه مندس على وقتها يتحرى يا من الجد هذه نفس اللي هذا كم جابوها ليه ما كثرت السمن في العسل هذيك ما حطيت سمن هذا قرص لاني يمكن لاني كثير السمن في القرص هذيك ان شاء الله قريب اي والله خذ يا ابو خذ خذ اوصل رجال غد غد يا ولد غد يا ولد وليد تعال يلا بس دقيقة وليد اقعد شوي لين خلص وليد اكسكيوز مي وي ون نبي ناكل بسم الله سمو وليد يا بسم الله الرحمن الرحيم عند وليد وليد ليه وليد ما جاء؟ لا لا بعد استغفر الله وجهك ابو حمود الله وجهك يسلمك عافيك هذا صح مسلم بكتابه بيمينه يوم الناس تستلم شاطح دائما يشطح على اساس اني انا ماني جايب يوم انت بيض وجوه تسدد وجوه هذه يوم الحساب
والله وتسليم هاشت انك انت اللي شاطح طاح اقرص في العسل ولد وزيد ترى بنشغل احطال خلوه الدبان يا رجل اجي على شيء خلو الدبان يروح لعصر يا دبان احسن لك روح ترى المتاحف مرحبا والله مرحبا شرفتونا اول مره افطر مع وجهه السفره هلا وليد السفره هلا وليد وسفره والله صراحه اول مره افطر مع وجه نكبه مرحبا حياكم الله على قرص وسمن سمن سمن في محل انوار فينا تراحيب السفر والله قصيدة ذي ركبنا على كل شيء غير بس مرحبا يا متابعيني على سمنو وسمين هذا مهم لي شاعر ولد عمي عارفه اسمه جابر معدل ونعم والله فيه يقول ما ادري هو جاي اضافات جديده ما ادري ايش المهم قال مرحبا يا متابعيني على سمنو وسمين ما ادري ايش يقول فيها جاب طريها هذا ويت ما اقول قصيده واحد منكم يقول قصيده يا شباب يشغل شوي من مسوي الشاعر من الشاعر من الشاعر هنا ما عجبك ولي من مسوي الشاهي وفيصل شكرا لك الله يسلمك بسم الله الرحمن من يخاف كان يسب والله انا انتظر بس يقول لا يا شيء بقول فيصل لا والله ما شاء الله رهيب ترى تقصد في شيء عطنا عطنا من قصيدك ابو مسفر والله مو دحين ما له عقن عنا مشغول حاليا ترقب قصيده قريبا بعد البرنامج خومي هاي كلها حصريات بعد البرنامج المن المن لك يا ابو لا لا علي لي ان شاء الله كفو يا ابو ببدا فيها ان شاء الله توني عادي ما اليوم هو يقول بكتبها ما قلت كتب قصيده قال لا ترقبوا القصيده الله اللي فكرت اكتبها كبوها كذا طيب ركبوا القصيده اللي قررت اعتزل منها تعال اختي احرق قتله بالله واللي وده يقولوا منك كل جهتين لم تزبط معي حاول وان شاء الله تمشي معك حاول وشارك الموضوع بس انه راح لا ذكرت حاجه يوم ضحك ذكرت شيء انا يقول اني رايح المحل موصي فيه في واحد من اخوياه موصي على محل وراح له يقول مشكله اني يومي رحت له انه ما 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 زبط ما ضبط يقول انه قارني ان اخويه ما ضبطني زيه اللي رحت له انا ما ضبطني زي خويي يوم جيت لدرجه ان خويي قال يا اخي والله غريب ما زبطك هو حاجة يا رب انكم فهمتوها لازم تبون عيال هم اثنين دول احنا نعرفهم صح؟ توقع انه ثوب الله اكبر عليك يسرو صح؟ يصرف الموضوع يمدح الشاهي ثوب اقسم بالله ان اطلق يا اخي اقسم بالله والله العظيم يعني اطلق شاهي دخلت برهان بلا ايه مدح مدح بطريقه فواز امدح يا اخي اقسم بالله والله العظيم والله نكفخ مو بس ملهم في الشاهي معنى ملهم ذا اللي فاهم انت غلط اجمك والله شاهي احترافي من دخلت البرنامج ابي شاهي زي كذا اقسم بالله حتى عجل المركز الوقت ذا اسمع ابو حمود انا جازني بس اقسم بالله يعني حتى النار اللي سوت لنا تعجز عن وصف الشاهي والله العظيم يا رجل الكرتوش يعني في قصه واحد مرت بالتاريخ يجيب لك واحد بالتاريخ سوى شاهي ما ادري شلون فواز طبعا رجال طيب هذا ولا قابل اي جنسيه عربيه ولا تجي بعد البرنامج اجنبيه لا ويجي واخو اقسم بالله والله اني احب مثل عمان يا اخي والله اني احب قسم بالله وثاني يوم بالبرنامج انا بجي يمشي شويه قابل سامي شوف صح انا قلت لك تخوني لكنك كل شيء كل شيء لكن والله العظيم يا اخي ما ادري شفت الموضوع ذاك اليوم يشطح
لابد يحبك بعدها يقطع الموضوع. الصدق الصدق والله اني احبك الصدق شبحاته واحبه بكل شيء. ويقابله بعدها بعد ما يخلص المعاذ يروح يقابل بعدها. والله اني احبك انت منير خلاص انا احبك انت الله يزدحك. تعرف ايش عاد صراحه شوف اللي يجي على يقابل منير ويسوي ذا. والله اني احبك يا منير ونياس والله يا منير قسم بالله يا منير اني والله اني احبك. ثاني يوم ان شاء الله اجيك اليوم اقول لكم حاجه بقول لكم حاجه ثاني يوم بروح المشكله بقول كلام كل يوم يجي عليك يقول نفس الكلام. والله اني احبك يا منير بس اسمع والله خير شو يقول كثر الكلام اذا كثر يمل. لكن والله الرجال هذا انه يقول ها كل دقيقه اني ما امل. اي والله يا ولد قعدات حالك مو ما امل والله ما يعني حصل والله ما امل واحطها في ذمك الى يوم يبعثون. اقول لكم شيء اقول لكم بس ساعه عشان ما نطلع برا موضوع الرجال. الرجال والله ان في ميزه جميله من زمان وانا اشوفها فيه. تعرف انت احيانا يمرك واحد مثلا يعجبك مثلا الكبك حقه مثلا تمام مو بانه يشوفه يسكت لا يا اخي والله العظيم يا اخي ما شاء الله كبك يا اخي عجيب عجبني والله فهم يعطيك اياه على طول ما يوفر ما يحطه في التخزين عنده زي كبك جميل. اي والله انا عاجبني على فكره عشان كذا اعطيته الموضوع ده على نظرك يا ابو والله نجيك وانا والله انك وافي ناس المونت بلاك. الشيء الثاني الشيء الثاني الشيء الثاني ها والله كبك وانت بلاك ساعتي يا ولد والله والله ما انت بسيط يا ولد اوف. الشيء الثاني من الحاجات اللي هو يقول لكم دائما يقولها صح خوات صح ذاك اليوم انا طالع طالع مني قبل يومين انا لابس رياضه وهو لابس رياضه كنا طالعين ترنجات كذا طالعين وقال ايش رايك في ايش رايك في اللبس كيف كيفه تمام والله. إيه قال هذا كيف كفو لا مو بالكفو عندي كلمه يقول قادح قادح مدري ايش قلت له ولا حفريه قلت انا والله ما شاء الله عليك قلت والله اني تمام قلت عداني احنا قبل المغرب المهم جيت قبل العشاء وانا رايح كذا داخل راح قهوه جد رصيدك وطالع من جهه غرفتنا طالع انا ماشي كذا الاسرور قلت قال يا اخي قبل شوي كنت بقول لك حاجه بس انها كسرور بس ان في حاجه كنت بقول لك اياها وما راح انا احس الموضوع الحين شيء ذباله. قال على فكره ترى اليوم كنت بقول لك ان ترى لبسك قادح والله عجبني صراحه كذا لبس كذا اقسم بالله العظيم انك ذوق كذا قلت الله يطول عمرك اذا كشخت لازم تشطب فواز لازم في كهرباء زي لا عاد شوف اسمع احنا نحلل وزي كذا المفروض انت تراجع مره الكهرباء ما له دخل المهندس مهندس لا شو سوي كيف ماسك يعني قال لي ماسك الموضوع يعني قال لي صايدني والله انا كنت مدرس التعليم شنو بيستاهل انه يضحك ويعزز حق نفسه لا والله اني اضحك على ضحكته والله حتى لو ما في بس اقول اضحك اضحك امس المفروض انت مدرس تعبير انت والله يا رجال على طار التعبير اوه انسان ملهم يضيع لي بيصلح التعبير 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 انحذف التعبير طبعا انحذف في اللغه طبقها وحطها قد غسلوها الشباب بيض الله وجيبها اي والله اي والله ما شاء الله ما زودت لان عندنا اليوم مبطح بيجي فارس وخيره بعد الله معه اسلم ترى في سالفه التعبير كذا في سالفه انطارت لا صار التعبير ما عبرت عن شعورها ده صح التعبير اقول لك ترى عاد ندغي سلام في الشعور زي كذا ترى لازم كذا يشطح ترى شاعر ده على فكره صدق والله حتى اسمع بيقول شاعر من اول ولا سمعت هذا في تسمع به والله انا شاعر وانا عندي قصيد كفو بتقول عندي صرف ولا على طول والله اني سمعت ابياته وانه يشردني اشله شعر طيب عطنا بالله ما تزعج احساسي لانك عجيب احساس عطنا حالب على قصيدة كده مبطي أخوي عشان الموقف اللي حين فيه موقف محرج صراحة يعني عليه رسوم ولا لا لا الثقة نسكت هو شعره يعبر عنه بنفسه مو هو اللي يعبر عن شعره يا حبيبي تستعمل عشان كده ما نمعطيك منير أخاف أعطيك وتشك كتابك شك شوكة الله يستعجل قم قم في شك شوكة قم عشان كده أحب الثقة بسيط الله يحبك يطول عمرك يعطينا خير حبك طلع الشاي بغيت اشرب الشاي بغيت اشرب الشاي ركب هذا عشان اقرا فواز ركب ركبه والله بحق يا وليد لا بدون ركسنا لا حق تمادي محمد حق النمونه ايش جو ايش جوك محمد حق النمونه هذا محمود باقي الناس برا الله
خلاص عاد انت اللي في قلب الناس برا باقي من علمنا رجال تراها موزونه وزنيه اعطك من قصايده كلها ما تزيد تشغلنا والله باقي المشكله ما هي بالشاعر اسلم اسلم عطناها والله مش حافظ الشطر كمل عطنا الشطر بس ابيك تسمع اولا انت انت اللي في القلب وباقي الناس برا او انت او لا او لا 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 او انت عفوا عفوا المصايد كلها مكسوره وبيتك موجود او انت اللي انت في القلب وباقي الناس برا لا مثلا انا انت الذي في القلب والناس برا هذا قلتها انت في القلب لا اتوقع انت قال لي قلت لك بيك لا لا هي كذا شكرا على جرحك وصل جرحك وصل مشكور تصبح على خير تصبح على خير يا الله من سكن فالفوات خلاص دار يا ولد دور شوف رجعت تصفيت سمع وذهن كذا فتح والله بعد الله جادكم صلى الله عيالكم وانبت الله زرعكم كثر الله قمحكم حمل كذا الله بركم شكرا الله سمنكم سمنكم وعسلكم يا وليد وعسلكم وليد وبوصلكم وشهيد ترى انا زعلان وكثر الله مناحلكم سكركم وانذالكم كثر الله خير من فطرنا زادها الله من فضائله كثر الله خير من فطرنا زادها الله من فضائله اثنين اثنين والرمي ممنوع يا ولد ولد عود عود بالصف وجع ان شاء الله ذكرتني في يوم العيد يا ولد هذا بالصف قد يوم العيد حتى صوتك ولد لا صدى ما شاء الله يا كبير انا صوتك كبير لا صدى كثر الله خير من فطرنا زادها الله من فضائله كثر الله خير من فطرنا زادها الله خير من فضائله ايام وش اسمع دم اي والله شوف الهدهد طقطين دم يا وليد طقطين طين يلا خلنا مرانا مع اثنين بعد كم ساعه يعني كح 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 ما عاد باقي له هلا بكره كح كح وجايك الكح بس خلاص ما عاد خلاص ما فرق الهيبه راحت يا رجال الحين اعتقد انه منين زين الحين تعال يطلع نمونين شنو لمه ولا شنو والله هذا اليوم يوم اشتغل الصوت عند الوراي ولا نقول له ولا ولا قوه او كذا ولا كذا اللي طلع نمونين بيطلع برا يشر الدوله خلي يكنسل يكنسل كنت سلايد كله اخوي 25 خلاص ما في تلم عليكم 25000 تدفعوا القناه ندفعها نظام فواز قاعد تتبشبش خلاص لا تبكي فواز من الحين ها اي واحد يطلع لا تبكي عليه لانه بيرجع مره انت فلة يا حمد والله جلستك مره توسوس ترى والله العظيم ترى حساس ترى من حساس هذا هو انت المشكله جيت في الشخص الغلط هذول كلهم عارفيني يعني حتى لو بتدري حتى مريت ما عرفته والله فواز عبالي شيء داش بعينه بس طلع له ابو خالد اعطاه دراما كوتيه فواز جاسم جاسم حق جاسم الحين الديوانيه ها يا 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 جليل للحياة يا جليل سمي جاكيته احنا شكله قاعد للصبح شالون شالون علوتك علوتك لا هذا بخايم علوتك سوق القطراق الرمسه يا ريال حقت سوق القطراق يا عبد العزيز انا ما احبك يا عبد العزيز سوق القطراق يقول انا ما احبك هو شنو يصعد البصمه وينزل بحرين ويصعد مره ثانيه عرفت وهو يغير شفت له فهمت شوطين الموجه اللي قاعد يصير اللي قاعد فرادي سوق على سوق القطراق شو قاعد تراج شو هالرمسة يا ريال يا وجه القراج ما بتنام وش ودك القراج ابقس لك طلع غلطان انت ذيك القهوه اللي تسهر مو هذا وديك السجن ما يطلع لك افراج لا تخليني اللي كافيين احراج شاي والقهوه فهمت والله العلق كبير انا ابراج وشيقر عليك والله ما يعرف الذبات يا هداج يقول في كافيين قلت فيني والله فغطيك بالطربات ليه ما يضحك اسوي لك بسات اوكي يلا مع السلامه هذا ما فهمته الا بعد بس امل بس والله حلوه والله لو بالليل قايله تطلع حلوه سم يلا يلا يمناك هي على حسب الجو والله اليمنى تستاهل بعد من الثوب عشان اصلا سم اليوم
يا اخي انا وش ذا الشيء؟ سلام عليكم. سلم سلم يا ابو صب علينا من السلم يا ابو. عطني حبة هواء جمع ضيفان. حبة هواء جمع ضيفان. والله مطيبوت يا ابو حمود. صب علينا من السلم مع بعض. مع بعض نروح مطبخ خبز معنا ذي. لا هذه يا طويل العمر. سلامة. خلاص صب علينا من السلم. خلي النعمة تقعد. تعال تعال تعال. خلنا ما عاد بلا شوي. حط سرور حط الحافظة. ما عاد بلا شوي. خلي يمناك اعطيني. يمناك يمناك. يمناك يمناك. اصب اسم علي يا ابو حمود ما شوي ترى صب عطنا ما تكفك اقول اقول لا لا فواز انت اللي انا فواز عطنا يمنا خلاص بعدين فدي مينا كمال الشحم يمناك تستاهل الشحم وزوي السمن لا لا اسراف هذا اسراف ما اخذ اسراف يا اخي امش والله انت ترى في الدير عندنا انا اخلص من عريكه دهن با قديم 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 واسوي اعلان منتج بطريقه ترى وجهه هناك والله فيه فيه عقران هو طيب طالع بخشمه صح 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 ايش جاك؟ يدك الثانية يا حنان ايش جاك؟ اصبر شيطان شيطان معك يوم جمعة يوم جمعة يوم جمعة يوم جمعة اوف السام خربها خذ خذ اشياء معك يا فواز خلاص ده انت يعطيك العافية الحين والله انا خربت والله انا سامج قوم اغسل والله ماك داعي والله زين حرام في اشياء برضو بدكم تاخذونها معكم عندي اليوم وليد بصمة وليد تتكلم عن ايش؟ ايش تقول؟ بس خلاص افلحوا يا عم فيصل اسمع 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 ها؟ عن فيصل فيصل والله ونعم انت يا طول عسام ما تسدك نص ساعة اي والله سدك وداري برضو ابغى ثقتك اسمع اسمع قم قم قل لا اله نام لالوتك صح اقول لك خذ خذ هاي هاي تعال تعال ما صدقت تقلقك افتح قلبك تذكر مايك تذكر مايك تذكره والله تعال تعال خذ هذه تعال شوفها والله احبك تعال شوف تعال شوف تعال شوف والله ابغاك تشوف بفتح بفتح شلون تعال خلي تبي افتح لا 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 انا ما احبك بصمة اليوم تكلم امسك 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 عن امسك يا ولد حياة بصمتك اليوم عن الاصرار العزيمه انا اللي جدع كل واحد كيف انه يكون عنده طموح تشوف كيف حقت الخوه عشان يحقق شيء نفس الصديق ابو عبد العزيز من شخص راقي ابو سعيد ارقى من عبد العزيز انت ما صدقت يعني لا لا والله مصدقك يا ابو افتح لك والله مصدقك تعال تعال والله هو والله مصدقك شوف غيرك تعال خذ خذ اخوتك شوف منظار دخل وجهك لا عشان ما القلب ما يدخل شخصي واحد يكفي تعذيبه ايش تبغاه يشوف انت يا ابو اشوف حبه انا احبك يا فيصل والله ابغى اجرحك واشوف الدم فيك فانا ما تشوف الدم القلب كذا يفتح كذا شوف الحبه ويرجع تسكر ما تدري انت حتى الجسد الكرتونيه للحين ما تسووها باقي لا انت عارف الجرس ذاك الطير اللي يطلع من البيت يرجع بس ان فيه قلب يطلع من برا الجلد ها في قريت وصل حب والله وصل حبي الله يحبك سامج ما احبك بس عودتي لي على وجهي على ثوبي ليش لا لا تعاون الشيطان والله الشيطان معك والله اني احبك الشيطان معك اعوذ بالله من الشيطان يا شباب يا شباب ما يصلح المنظر هذا منظر هذا وغير النظافه رحم الله والديك رضوا مكانكم يا شباب اسمع انت تحوم على القزازه ذي في خاطرك تكسرها لا والله من ذا الحين اكسر واحده اليوم الله يهديه وانا ما بكسرش الله يهدي وحمود ايش نساعدك بس سلامتك كيف ايش تساعده تسال ساعده في كل شيء وش ديارج منو وش فيه كل شيء في من حرج يقول سلامتك وهو شاي حقك هذه هنا ايوه وهذه هنا لازم نجيب سله مهملات يا شباب على طار السمن لازم لازم تحط هذا هنا عشان على طار السمن على طار السمن ها عطنا السالفه على طار السمن ترى ما عنده سمن يا ابو سعيد افا السمن خلص جيب لنا سمن كيف نزين قرصنا بكره وبعد بكره لا عندنا يكفي يومين حقت يومين يكفينا يلا يوم الاثنين دبر نفسك ابو سيد طيب تفطر جيب لنا سمن كفي يومين لكن ان شاء الله امور طيبه صح الناضج والناشط ابو علي والناشط القائمين على القناه مكراك ده مكراك الحين ما اتوقع والله ان شاء الله باقي نروح السلامه اليوم ويكند سب من بلدي اليوم وش ويكند والله ما عاد عرفنا ويكند ولا التاريخ لا هجري ولا ميلاد والله جايب اشياء جميله معك لقينا الكرم والمسرحان وجدت اكرمك الله يا ابو حمود يا رجل وين يا اكرمك الله يا ابو حمود يا وين يا رجل يا وين بدري نوم نوم وياك لا انتوا يا رب شرفتوا لا كلفت والله يا ابو عبد الرحمن طول عمرك انا والله
الان عبد الرحمن الحين دورك. اقول الله يبيض وجيهكم وجهك والله يا ابو سيد الجنه وجهك ويقدركم الغناه. اللهم امين. انتم وافين ولا في ظهركم شك. يا رب على قدرك. جل والديكم في الجنه. والديكم مدعو النار. اكرمتونا ولا يبغى ريب عليكم ولا انتم مجربين. تسالون الشعب. حقكم في الشعب. تسلم الله يبيض وجهك. كثر الله خير من فطرنا زاد الله من فضايا. عبد الله تسمع عبد العزيز. عبد العزيز اسمح لي بكلمه قبل ان اسري. صلوا على النبي ذا اليوم يوم جمعه. صحيح. قبل ما تسلم مبادره هذه. ها مبادرة هذه مبادرة ريالتي اللهم صل وسلم عليه وكان معك وقت انت وياه فضاء وفقر وصورة الكهف. طيب قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. قبل ما تروح اسلم. والله اني احبك. والله حتى انا احبك. خلاص توكل على الله. الله يحفظك معاذ. كثر الله خير من بس عشان اليوم جمعة بحاول انك تقرا شيء. اقول اليوم جمعة بحاول انك تدعي وتستغفر باذن الله. كان عندك فاضي اقرا سورة الكهف. جزاك الله خير. اقراها قبل ما يدن المغرب. الله يطول عندك من الحين المغرب. الله يطول عمرك. وافضل وقت بعد صلاة الجمعة. الله يجزاكم خير. عفوا وقت صلاة الجمعة بين الاذاء والاقامة. وصل على النبي عليه الصلاة والسلام. جزاك خير. ودع اخر ساعة لا تنساها. ابشر. الدعاء في اخر ساعة ترى مستجاب. اوكي. هلا بالخوي اللي نسانا. هلا بالخوي اللي ما عاد يشوفنا شيء شيء. يمرنا والخاطر يمرنا والخاطر الشين شايل. ناظر الشين شايل. ودك نسرية. تبين نعطيك فواز وحده وماشي. يلا فواز. فواز يا وجه السعد وين انت مقفي. اقبل وخلنا نشوف الوجه يا غالي. الله انت جيتك مع الصباح والله انت تكفي. وشي اخرتها هذيك غالي. لا تروح وانت خابر راس مالي. الله الله. ايه شوف عطنا رد. انت انسان كفو اوكي على هذه القصيده الجميله لان في هنا شخص جالس جنبك صار لي 61 يوم. اليوم 63 يا فواز والله تشفي. 63 يوم مدحتك عشان ما تسبني. يلا 63. لا انا ما انتظر مدحك خلاص الحين كرت احمر يا حبيبي. جتني قصيده. ريح انت قصيدك. ريح ريح ها ريح ريح. خذ الرد. بيهز راسه ولا ما يهز راسه؟ ها بيهز راسه؟ قل والله شوف ما هزه مكتوب الحين بيهز راسه. بس دقيقة نهزه وطسه ب لا 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 تسوي ولا شيء. خلي يهز راسه. شوف هزتها معروفه ذيك. يسرور يا اساس المسره والمفاهيم. اسلم. جلسه صباحي معك تشفي الخاطر تبري الخاطر. طبعا ترى استرسال اعلمك هنا. لا قلت بالقصيده كذا تقوم ارتجال. عفوا اوكي ارتجال. ارتجال على فكره مكسور بيتك. ايش مكسور حبيبي؟ شف بس اهم شيء جبرها بسرعه. لا 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 ترقعها. انت اصلا تحاول انك تكسر سوقي. تكسر سوقي تحاول ولكن طيح سوقي. ولكن سوف اشير بكلماتي وقصيدي ولن اراك ولن اطالع في عينك. شرف لي يا طال. انا ان شاء الله انه يعني وش قلنا احنا اول بيت يسرور يا اساس المسره والمفاهيم. مكسور يا ابوي. يسرور يا اساس المسره والمفاهيم. هذه مكسور. كيف كيف؟ يسرور يا اساس المسره والمفاهيم. اساس تكسر. يا اصل المسره والمفاهيم. يا اساس جرب يا اساس. بدون الف. بدون الف. يسرور يا اصل المسره والمفاهيم. لا يسرور يا اساس على طول. يا اساس المسره والمفاهيم. يا اخي ايش ذا راحت هيبه شعري. تعلموني ليش يا اخي؟ طيب اوكي قدروا. عبر عن شعورك. قدروا لحظه الموقف. عبر عن شعورك. لا تبالي لا تبالي. المهم بالله يا امانه ما وصل. دقيقه شف شف ابطال شف شف. دقيقه دقيقه دقيقه. سرور 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 كذا. طيب ابى اعبر لك بمشهد صامت. قل لي وصل ولا لا. وصل يا قلبي. كيف وصل؟ شفت حبيبي احنا من غير كلمات اوصل شعور. مو بنت قاعد اكتب لي 6000 بيت علشان اوصل ان حبيبي نساني. يا رجال ريح طيب من مخي بس حبيبي.
احنوا ما تجيب حبيبي روح قلها عكا ماسية قلها وشي وشي طيب حبيبي حبيبي والله ما اعرفها والله انا حلوة والله ما اعرفها حبيبي ايش حلو نساني حبيبي راح نساني قولوا له ايش اسوي قول قولوا لي ايش حبيبي راح من انساني قولوا لي ايش اسوي راح عن حبيبي راح قولوا لي ايش اسوي شيء رهيب كيف لحنها لازم تقول لحنها والله كذا قل لي طيب ما اقدر اقولها قل لي قل لي قل لي كذا ملاله 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 هذه هذا مو بعد هذا وين وانا عشان تسمع انت لا انت قلها ملاله عشان انا تقول باب والله العظيم صادق مصدي كان كاميرا واحده من الكاميرات هذا ختمه لا 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 بالله يقلها ملاله والله ما اعرف ما جرب جرب ملاله جرب جرب ملاله لحن ما اقدر حول والله العظيم لا اقولها بس جرب ملاله عشان لا ما اقدر اقول انت ون والله ما ادري انت ما شاء الله ملحن انت ون ما ادري ايش تقول لحن يا اخوي اي نفس الوضعية هذه اعطى نفس الوضعية هذه وقول له تقول انا اللي تحت الوايت لا محطه قولها نفس هذه قولها نفس هذه التعب المكر والله انا اقولها بس اعطني ملاله وقولها والله ما بعطيك ملاله لو بعطيك ملاله خليتها بنفسي تعطي وش دخل ملاله فيها؟ خلاص روح اسر عليها لا 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 كذا يلا وشي انا ايش اقول طيب بكل ما تنسي ما ادري عنك قبل حاول بكل ما تنسي حبيبي حبيبي راح وقال لي انا بقول ابشرك بس ما بتكمل يلا يلا حبيبي راح وخلاني عني عني ايه حبيبي راح عني وخلاني نساني ايه يلا يلا حبيبي بس جبت شرح يلا صح يلا حبيبي راح عني ونساني وقولوا لي ويش والله ضبطت انت والله العظيم اني ضبطته والله نمشي على الكلمه يلا 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 مره ثانيه يلا مره ثانيه يلا يلا بس لا نضحك يلا يلا لا نضحك والله ركز فيك يلا يلا حبيبي راح عني ونساني قولوا لي ويش اسوي وش وراك سكت ماني بحافظها والله ماني بحافظها والله مو بحافظها بس كذا بس حلوه والله انا جد حلوه الله يسلمك طيب انا بعطيك واحده ثانيه وانت تقولها والله والله يلا حره ما هي ها؟ لا لا شيلة شرع دوليا شيلة يلا دقيقة شيلة بقاع ولا بدون نقاح؟ لا لا بدون بدون نقاح؟ اي بدون نقاح حلو دقيقة يلا ايش اسمه؟ اعطي لحن اللحن حقها يلا 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 اسوي حركات؟ يلا يلا وانت قلها اللحن يلا يلا دقيقة يلا يلا ابدأ ابدأ معي مقادير اي والله يلا دار حلو انا مقادير وي ذنبي انا كمل كمل والله حلو كمل شرحك كويس يلا يلا بس صعبة اللي بعدها ما عليك يلا يلا نعيد من جديد يلا بس اسال الدرمان لعبت فيه اعطي لحن؟ ايه اعطيك ايه؟ اللحن لا لا ليل يا لا 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 ليل لا 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 ليل لا 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 اي عصر اليوم والله انك ما ادري الصبح امس والله انك ما والله العظيم انا شايفه عليك قلت ما ادري لا امس الفجر عفوا
الهات المطلوب لا يمكن اتصاله بهلال. والله عليم والله اني صادق. ايش اللي عفوا؟ ايش الهات المطلوب؟ انت ليه تقول عفوا؟ اسمع والله اني صادق يا ابو حمود. لو سمحت ترى انطرك في جبهه. ارفع شوي. يلا عطنا. لا لا شخصية فاشلة بس يلا. خلنا نشوف. قول لا اله الا الله. عطنا شوي يمينه. دقيقة طيب. عشان بس نظرت تشوف نفسك انت. لا. يلا. انت بتسوي حركة فيني. والله اسوي حركة. ايش حركة؟ يا اخوي انا ثقة شخصية. طيب يا ابو يا شوف. اشتغل اللي قوي الصراحة راح انا عطني عطني نظرات يا رجال حول قوة الأبي جنة يا ابن الحلال ارفع عليه ارفع عليه ارفع راسك ارفع راسك خليك رجال مقادير يلا كمل يلا يلا لحنك بطل ما شاء الله عليك لحن انت هذا لحنك؟ ما شاء الله يلا حطني كلماتك هي صح؟ اي ادائك صح؟ ما شاء الله يلا كمل يلا يلا قلها قلها انت عطل لحن يلا والله حق بطل عطل لحن ثقيل فخم يلا لا 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 يا جلو العنا مقادير وش ذنبي أنا مقادير شي حياتي مقادير كيف أغنها أنت والله ما عرفت والله ما حفظت لنينة يلا يلا كمل معي ادخل في الموضوع يعني كده ايش اسمه ادخل في الموضوع كده تغري عشان بس يلحين يلا خليني انكب خليني ندخل معنا كيف اجيب لا 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 وش تحدى مقادير الطبخ حداك بالله يقول المقادير بلا إيه مقادير وش طبختي أنا قل لي وش طبختي عند أبو علي مقادير وتمضي حياتي خصومات وتحمل أنا مقادير مقادير وش ذنبي أنا مقادير يا أبو علي مقادير وش طبخاتي مقادير وش شوني سوي مقادير خصومات وتحمل أنا مقادير تقيمي أنا مقادير أتحدى أنا تقدر تسوي زيناتي تسوي سواتي مقادير وترحل نقاط وتذبل 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 قهوتي وتذبل وردتي زمان الخصم يا عمر الخصم والخصمة على ما بقى يا نقطة ما بغت تبقى على الخصمة على كل البرايم إلى البرايم يا حبيبي من أوسع أبواب المشي إلى البرايم يا حبيبي ضبع في وسطه لو أكمل معكم أتوقع أني بطلع من لا عشان كذا طيب لا واحدة أخيرة بس واحد واحدة ما أعطيها أخصمك لو تكون مطنوخ أخصمك لو تكون شاطر احبك لو تكون حاضر ومهما وخصمي الحقني راح ابقى معاك للاخر راح ابقى معاك للاخر سنين شهور وشهور ولا صابر راح اصبر كمان وكمان ومهما الخصم يلعب بي راح امشي معاك لشط اما راح امشي معاك للاخر بيضا وجهك خليت كم خصم بيضا وجهك تعادلنا خصم عطايه
تاخذ خصم على الطاير وتاخذ خصم على الطاير وراح ترجع لي انا وفي العزل انت لاقيناك لا 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 جونا عليل يا برايم برايم وانا صابر وراح اصبر كمان وكمان ومهمل خصمي يجري بي راح اوصل الى نهائي راح اوصل الى حضراكم الله يلا حط شيء ثاني حلو انت بواني برايم معك يا اخوي اصلا هاي كلها ترقص صايد اي والله ايش تاكل بالله عطني قصيده من عندك والله الا الله شخصية والله ما عندي نيه عطني من قصايدك يلا وانا باشيل يلا لقيت قصايدي مقهور انا فيك مجبور انا فيك ما اعرف هي هذه المجبوره تقولها والله العظيم والله ما دريت شيء قسم بالله جدي شتبه طيب اعطاني شيء عتيق من قصايدي القديمه دي قديمه قديمه اليوم يقول وطني الحبيب وهل احب سواه والله عندك قرار يا ولد اي والله منتجع الحبيب برايم الحبيب ولينا نادى سواه يلا برايم الحبيب وهل احب سواه وطني الحب برايم برايم الحبيب وهل احب بسواه والله مشكله كمل وشو كمل هي ما اعرفها والله كيف حضر روح لا لا في واحد يقول هذا عاد قصيده معروفه لخالد الفيصل هو الخالد الفيصل ولا سديري لا سديري عطنا اللي يقول وش حقت يا القصر ما يجي له ظلالي بدايته وش يعني قصر ما عطنا يا وردة في كل البرايم يا فرحة عيت لا تزول تطول قولي وقول إن كان إبراهيم قولي وقول إن كان عندك لي حلول قولي وقول عطناها كامل ما أعرفها والله نحن ما أعرف أنا تسبيني أعرف ترى ما أعرف حتى والله ما أعرف الأشياء هذه بس مقتطفات يعني يا ليت يقول تعرف هذه بيعتيك لا تعرف اللي بيعت ذي المن يا حبيبي ترى القلب بعدك سرح انجرح جرحي ما شفت مثل جريح المحبة تجر المحبة تجر الموالي فجر والشجر وانت الارواح جريتها قلت خلاص بالذات ساقيني سم من طعم سم نسم وانقسم نصف قلبي وعانتها قلت يا نعس الطرف وش ذا الحضيض اللذيض الذي آنتها الله عليك سنة كلماتها قلت خلف من هذا الحجر والشجر وشو الحجر والشجر وانت الأرواح أنا جيت أقوم أطيح إيش يا شيء لا ما غلطت ايوه اعطي غيرها كمل حبيبي اسف ازعجتك نقاطك كل يوم تطيح نقاطك هي سبب كل هي نقاطك هي سبب ابراهيم لا نقاطك كل اعطي من حنك يا فيصل اسف ازعجتك نقاطك نقاطك انت وش نقاطي تفدى كل الليل الله وش لو فيصل يلا دقيقه ما اخذ خصم لحظه بقول لك الذي علمتني الخصم جرب يا ولد طفيته اي طفيته عاد صوتي طيب اليوم بغى يقب علينا لا بس
لا 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 يلا فيصل العب معك لعبه وبيك كذا ايش اسال سؤال تلقى جواب جاوب على طول اسال وتلقى الجواب في نظرته يوني كمل تنلي لا العذاب حبك حبك يا مفتوني الصوي لجمال عذاب عطنا سؤالك يلا السؤال شوف اللعبة وشي بسأل سؤال على طول تجاوب أقول كذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يلا تجاوب يعني معك خمسة أجاوب بعد خمس ثواني طقة ها لا خمس ثواني معك خمس ثواني تجاوب يلا بسم الله حلو حلوين جاوبت على طول توجه لي سؤال يلا تحسب خمس ثواني أنا أجاوب السؤال عبارة عن إيش مفاجئ ثقافية يعني لا 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 مفاجئ وخاص شيء كذا على طول تجاوب يلا يلا تجاوب بدون ما تلفلف طيب خلاص يا أخي عيني صرت تحكني أيوه طيب يلا أبدأ أبدأ حبيبي نبدأ على طول أبدأ على عادي محرجة أدخل في العميق في العميق على طول على طول غوص يلا غوص شيخة ونعم عليك سعود يلا اسأل الحين أنت واحسب لي خمس ثواني إيه سم أمك جوزة ونعم عليك سعود يلا أوريك الحين كم عمرك سر لا غلط ما جاوب ما بجاوب ما جاوب ما بجاوب أجاوب أنا لا تجاوب طيب يلا يلا اسأل وش اسمك شرور تدريجية شيء شو اسم الكتاب سر ما جاوبت لا يلا اسال طيب انت ايش جاوب ولا شوف الحين جاوب الاسئله ولا نعطيه اللفه يا اخي وش ذا خلاص انت اسال اسال يلا انت احماك حقك وش ذا بخطي وش والله ما ادري تقول سؤالك اسلم يلا اسال سؤال وش اسمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أخي ما جاتني أسئلة محرجة يعني يلا هات يلا أسأل أنا ضيب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وش هدفك سلل سلل راحت وش أنت ركض وش هذا أدم حار لا حق كيدها طيب واحد خمس ثواني الحين أسألك أنا صوصو دحين اذا اللي ما جاوب واحد خمسه اسئله يلا خمسه اسئله خمسه اسئله يلا خليني بدور لك سؤال تطي شفت لحظه الحين بجيب لانها خمسه اسئله بجيب اسئله مركزه تفضح يا ولد الشيطان اسئله محرجه اي بس بقول لك ودك البرايم الجاي من اللي يطلع ما ادري ما ادري ما ادري يلا يلا اسأل ودك برايم الثامن يطلع فيصل شكرا لك حيوان كثير يا عشاني لا تدري ليش سويت كذا عشان كذا ما جاوبتك ها ما جاوبتك بس انا جاوبت ليش ما جاوبت يعني انا الحين ما تتوقع اني صدق ابو فيصل يطلع يمكن كل جايز كل شيء جايز كيف تطلع معي الجوهرة يا ابو كمل توفيق طعم هذي انت رايز ايش اسمه انك التلحقه ها اسلم ايش قلت تسيلي كلها هاني هاني يقول انت قايل يقول المقطع كامل انت قايل انك تقول ما ادري وش قلت بعدها التلحقه ما ادري تروح معه ما ادري والله ما ادري شو بس انك بعدها قلت انا ترى امزح معكم صح ما قلت امزح ما انا احسب اني كنت اقول امزح قال لا انت قلت انك تروح معه ما ادري تمزح ما هو متمزح تروح معه ما ادري تراك بتروح بداله المهم مسلم السؤال عنده ولا عنده ما لي سؤال اخر انا سالت لا انت اللي سالت الحين اللي سالك انا ها دقيقة فكر 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 نادم على أشياء في البرنامج إيه كويس يلا سأل
بس ما هب هذا عشان فنان. هل ندمت دخولك على البرنامج؟ لا ما اعرف اسوي كذا. لا يا انت يلا ابى افتح انا ما بسكر. يلا انت سكر بفتح. يلا فتح يا ولد كويس. يلا دقيقه يجي تحت السبع. اي والله اسلم. طيب فكرة يلا ركز. لا. فكرة رجوع الشباب عجبتك ولا ما عجبتك؟ لا حاليا لا بعد برماتي. كويس يلا سلام. ودك تطلع من البرنامج ولا لا؟ اطلع من متى يعني ما فهمت. راح عليك جو. وش كيف يعني ودك تطلع من البرنامج؟ قصدك يعني اطلع 24 ساعة وارجع؟ راح ما يدخل خلاص. ما يجيبك سؤال. لا 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 السؤال كان اقول ايه لا بس لا لا اجاوب على شيء ما افهمه. حتى جاوبت على السؤال ما افهمه. وش انت جاوبت له؟ جاوبت له السؤال. عطنا عطنا بس اوريك الحين يعني. طيب يلا التدشين غاية أم هو شيء يعود لما يملكه قلبك داخل أشيائك وطموحاتك الخارجية؟ إيش هذا؟ التدشين غاية؟ كيف غاية؟ التدشين هدف بحقك إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله. استغرق أنا اللي سأل السؤال ولا أنت؟ أدري عنك. أنا اللي سأل السؤال ولا أنت؟ أنت. خلاص يلا اسمع السؤال عيده ولا لا؟ عده. يلا ركز فيه مو بانك جيت تغير السؤال تقول انه هدف ما هدف. اسمع سؤال كامل اقول لك ولا اجيب واحد ثاني؟ اكيدك. يلا بجيب واحد ثاني. يلا فيصل بن قربة ينبعث في داخل البرنامج من استشعاراته الداخلية لما يحتويه من قدرات أم أنه استشعار اجتهادي ونفسي في ذلك الوقت إلى أن يقوم هذا اليوم؟ لكن ما هم السؤال. ويش؟ إيش السؤال؟ دقيقة عدد فيصل بن قربة إيش؟ واضح السؤال ما أقدر أعيد. هاجي خلاص. ليه دقيقة كيف ما تفهم السؤال أنت؟ ركز يا أخوي سؤال واضح. فيصل بن قربة راحت خمس ثواني أنت تقول السؤال. جد والله 10 ثواني سؤالك لازم تجاوب 10 ثواني. لا يا جاوب 10 ثواني. ما اعطني السؤال. طيب يا اخي والله اني سالتك يا فيصل. فيصل من قربة ايش؟ قلت لك في البدايه واضح سؤالي. طيب خلاص ما جاوبت؟ ما جاوبت مرتين ما جاوبت. اسرار الروقي انت سالتني في مؤتمر حياتك سؤال ما كان كويس. وش هو؟ يا جاوب جاوب اسم سوى من؟ لا ما كان كذا. هاي تسوي في سؤال ثاني يعني شفت ثاني اذا صح يعني جاوبت صح؟ لا بس خطا. ها في كان سؤال ثاني في بالي أرداد علاقة يا عمي. ها وش سوي فيك هذا؟ هذا اللي سألت أنا الكراسي. أنا سألت. لا في سؤال. طيب يلا سؤال. تبي سؤال زي قبل شوي ولا لا؟ أسألني أسئلة واضحة. واضح بس أنت ما تركز. لا تجي أسأل أسئلة تجيب النوم. مو بجيب النوم. أي واضح السؤال يا أخي ركز فيه. لو تركز فيه والله إنه واضح بس ركز فيه. طيب فيصل بن قربة خرج في قنوات قبل برنامج حياتك في قناة بداية، هل هذا أنه يرى أن برنامج بداية لما يعود له في الإعلام بما يخصه كان بالنسبة له الإعلام سابقا يعد ولا شيء ولكن الآن الإعلام صار سابقا يعيده إلى الآن في ذلك الوقت؟ والله أنا حيس بيسي حيس بيس أرض ربي وقطع راس بيس. هذا سؤالك حيس بيس أرض ربي وقطع راس بيس. سؤالك لها أرى هذا رابع سؤال زي كذا حيس بيس أرض ربي اقطع راس إبليس راس إبليس هذا استغفر الله العظيم. والله يا أنت ما تركز. أنا اللي ركز. أنت معي والله أني معك. والله يا أخي والله لو تركز فيه ها سؤال عندي حيس بيس أرض ربي اقطع راس إبليس واضح السؤال أجاوب فيه أخوي ناس ما تس والله العظيم. طيب فيصل بن قربة إيش؟ طيب فيصل كان في الإعلام قبل إيه كان في الإعلام بس ما كان يعني مكثف دخوله. هذا جوز سؤالك ليش؟ ما ادري ايش تقول تخبس انت.
يا اخي ما بخبز بس والله اني فيصل اني انت في الترك في الليل والله انك انشط من النهار. اكيد شيء طبيعي. لا في النهار نشيط الى لا ما تفهم ما تفهم الاسئله بسرعه. انت اول كنت يا ولد والله انا اقول سؤال والشباب جالسين تلقطها على طول. يا اخي كنت فطين دحين خربت. فطين زي عكر الرجال. طيب يلا يلا لا يلا يلا سؤال يلا يلا والله العظيم يلا اسال سؤال ولا انت اسال الحين دورك. تدري المشكلة ترى ثلاث سؤال ما جاوبت. مخي موقف من الاسئله ولا اجوبه كلها لا يستقبل ولا يرسل. طيب اسالك سؤال اخير. اسال سؤال اخير. اخير ولا يلا اول؟ شوف اركز فيه لا تقول لي ماني مركز. اعطني سؤال صح لين اخلص بس لين اخلص انت ركز فيه عشان انا بجمع حاجات يعني خلال البرنامج كامل. شوف خلال البرنامج انا بجيب سؤال على خلال البرنامج كامل يعني يلا. بختصر تخيل انا بختصر 62 او 63 يوم بختصر 63 يوم في سؤال يوم كم يوم كم ما ادري 63 مدري ايوه ابغى اختصرها في سؤال واحد توقعني بيصير قصير يلا مستحيل يلا يلا مستحيل مقدمه ذي حلوه يلا يلا اشت الدبان يلا فيصل بن قربه في بدايه يلا ركز ركز ايوه يلا فيصل بن قربه في بداية البرنامج رأى أنه في كوكبة من الإعلاميين وفي لحظة من اللحظات عاد به الزمن إلى الوراء فعندما استحدث ذاكرته ومستقبله وأهدافه حاول أن يركز على ما يقوم به ولكن يشوش عليه ماذا ذاكرته التي لا يستطيع أن يتجاوزها في تقديراته وأهدافه المستقبلية لذلك استوقف ماذا يقدم وماذا سيفعل ولهذا وقف في مكانه صامتا لا يتحرك. غير صحيح. وش غير صحيح؟ صامتا في مكانه. لا بس السؤال كامل هذا انا هو تعبير على السؤال لكن في السؤال اللي قبله. قلت مع كوكب الجمعيه نعم دخلت انا كوكب مع زي كواكب الجمعيه. ومركز على بشر مركز على شيء واحد يوم دخلت ولا فكرت في غيره. كويس طيب لكن استحداث لما كان في سابقك ومحتوياتك السابقه في استحداثها لما يقدمه حاليا في برنامج حياتك في يتصادف ويتعارض مع اشياء لم تقدمها ولذلك اثرت على ما تقدم لا في لا لا ما اثرت لا في بعض من الاشياء المستحدثه مثل قولتك المحتوى صح ما قدمتها لكن لان ظروف عيت تتقبل مع بمعناها هل ترى ان الحياه البيولوجيه او المناخيه في فيما يخص البرنامج وهيئته والمنتجه بتفاصيله و مزاياه وزواياه واركانه هل هي لها علاقه اكيد بماذا بحاجز حاجز فهمت علي حاجز الخيول وتجاوزها يثبطك ويجعلك لا تتقدم لا ابدا طيب ولماذا ما لها هذه نقطه ترى نفسك خيلا حصانا لا اجل لماذا تتطرق لماذا تتطرق انا نفسي فارس فوق الحصان فارس البشيري فارس فوق الحصان فارس فوق الحصان نعم. خيال نعم تعتقد انك تمتطيه بخبره ام تمتطيه لموهبه وترفيه فطره ماذا يسمى الذي يربط به فم الحصان الجامعة وماذا الذي يوضع على ظهره السرج وماذا الذي يوضع فيه الاقدام الحنا قصدك ولا الأحذية؟ اللي يوضع فيه الأحذية؟ الأحذية اسمه حذيان الحصان. كيف حذيان الحصان؟ الحصان الذي اللي يحط لا لا الذي تضع فيه رجلك. رجلي أنا؟ يس نعم قصدي. رجلي أنا حذية وجه العدو. الذي تضع فيه رجلك إذا ركبت الحصان ماذا يقال لها؟ العنان. ما أدري. إذا ركبت الخيل على السرج الذي يوضع على ظهر الحصان. ايه. أين تضع رجلك؟ سموها الدعاسة حقتها الدعاسة هذه في الكرسيدة والله نسموها الدعاسة وش كرسيدة؟ دعاسة نسموها الدعاسة والطاية والطاية هذه في الكافر سنين والله أني صادق خلي وصلك ما زي تصدق جعلها بصر جعلها بكيف جعلها بصرك جعلها بكيف جعلها بصرك جعلها طيب عندك سؤال يلا أسأل أنا أبغى سؤال ثقافي زي ما قدم أنا أسئلتك والله أسئلتكم ثقافية والله أسئلتك سكواجية بيضيوية بيضوية بيضيئية شفتوا بيضائية بالله يا فيصل بالله يا فيصل جرب انك تسأل السؤال ذا والله انك سؤال والله سؤال بالله فكر انك تسأل سؤال فلسفي غير هاتف
غير صحيح. ولا تستنتج منه جواب ابدا، ما تستنتج منه تستنتج منه جواب جد والله. اسئلتك ما تستنتج منها اجوبه، انا اسال وانت تجاوب وانا اشتق من اجابتك. مميزات الاعلام الناجح والمحاور الناجح هو ان يستنبط من اسئلتي استنتاجات يستطيع هذه انا لما استنبط من اجوبتك اسئله، هذا الاعلام الناجح. طيب خليني اكمل. اما جاي مذيع حق صواريخ استكلاجيه ما ادري ايش يقول، هذا حق صواريخ، انا وانا بعالم الذره يا اخي ما انا لا قالوا لك عالم الذره، تعال سلني اسئله يا اخي. لا لا انت انت في يوم من الايام اردت وتقول انا باستطاعتي ان اكون محاور جيد. انا محاور جيد صحيح الى ساعتي هذه. جميل. لذلك المحاور الجيد ومن من من في طموحاته ان يصبح مقدما ناجحا. انا لا ما طموحي ما هو اصبح مقدم. هل انت مقدم؟ لا انا طموحي ولا دخلت الاعلام كمقدم ولا ابي ادخل كمقدم، انا طموحي اكبر من كذا، لكن جاتنا ما ردناها. طيب لما جاتك ما رديناها. جميل. طيب لكن ما اسال الشيء هذا ابدا. لماذا؟ هل انت عاجز؟ لا والله مو عاجز حبي يا اخي، انا بطرك الشيء. هل ترى ان في على كهلك الخاص هناك ثقل لا تستطيع ان تقاومه وان تقوم وتمشي خطوات بحيث ان لا تستطيع الرجوع الى الخلف؟ ابدا سهله جدا لدرجه اي واحد يقدر يصير بالشيء هذا. لو انا احب الشيء الصعب عشان كذا مخلي السهل سهلي. افهم من سؤالك انك انسان تحب المنافسه والتحدي. اكيد. لذلك ان فشلت لا يعتبر سقوط، بل تقوم وتحاول مره اخرى. النجاح بعد الفشل هذا، وتحاول مره في اخرى. في مقال كاتبه في كتاب اللي يقول جميل النجاح بعد الفشل. النجاح بعد الفشل. نعم. او النجاح بدايه الفشل. نجاح او الفشل بدايه النجاح. عفوا إيه الفشل بعد لا النجاح اظن النجاح بعد الفشل. النجاح بعد الفشل. هل ترى انك كاتب يستطيع ان يوظف حرفه واقلامه الشعريه ويمزجها بين الخواطر والمقالات التي نعم. يتتناثر حروفها لدى القراء؟ نعم. خلينا نكمل السؤال كل قوه. خلينا نكمل السؤال. انا عرفت اجابته، عرفت سؤالك يعني افهم السؤال من اول. لا 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 خليك لا لا لان فيها اخر شيء هو المهم الزبده. طيب انا اجاوب على شو شوي عشان ما السؤال ما يروح عني وبعدين كيف اجاوب. جاوب على كل نقطة يعني. افهم ركز. لا ركز. اي والله ترجمة ما في واحد يترجم واحد يتكلم. بس انت لازم تركز. يلا يلا لازم تركز. ترى نفسك كاتبا جيدا لذلك تستخدم القلم في كتابة حروفك المخصصة في نثر الشعر ونثر المقال ونثر الخواطر التي لا يكون بينهما نسيج مختلف بحيث ان يكون النسيج المتناسق بينهم يمتزج في الحياة ويصبح منها غيمة لا يستطيع أن يوقف أمامها إلا من رأى ذلك في فيصل بن قربة، لذلك يقف حائرا في حياته. لذلك هل هناك ما هو يستطيع فيصل أن يعبر فيه فيما يخص الحياة البيولوجية التي الله يخدم معك أسمع مدير الأخبار أخبار الصباح الراديو الله يطول عمر أبوي أسلم حط سيارة طعامك وضرالها وتكي. لذلك هل ترى ذلك؟ نعم أرى نفسي كاتب جيد وبشرك أوظف الكلمة في أينما كانت أوظفها مهما كان مهما كان في أي زمان في أي مكان. هل ترى أن الباب يعني لك الكثير في فتح مجالاتك الحياة في إغلاقه بأقفال؟ نعم. ماذا الذي نعم؟ الباب الأقفال ولا الوجه؟ ترداب. طيب انا اطلبك طلب إيه؟ ابيك تسالني سؤال بهذه الصيغه. طلبتك واحد طلب واحد له مجال دقيقه طلب واحد يسالني سؤال زي كذا. وش اقول لك؟ انت اسئلتك تخبيزيه عفوا. طيب تخبيزيه لانها تندرج تحت معلومه الخنبز. الخنبز الخنبز معروفه هذه خنبز. ما تعرفها بالله؟ علم الخنبز ما تعرفه؟ اعرف علم الخبوزي. لا لا الخبوزي لا ما له علاقه هذاك هذاك علم ثاني. في علم التخبيزي؟ فيها لا هذا ما قبل هذا ما قبل التخبيزي بعدين يصبح خنبز. طيب اسال يلا لا بس سؤال خنبوز سؤال روقي. هل ترى في يوم من الايام ستصبح عمود من عمود الجدران التي تدور حول بيوتكم وحول منازلكم وحول المنتجع وحول الاشجار وحول لذلك سؤال روقي حدد اليوم لا مجال واحد ولا شفناه في مجال واحد تعدد في المجالات ولا شفناه في أي مجال إلى الآن. ما أنا أدري شو السالفة بالضبط إلى أين سيصل إلى أين إلى أي كوكب إلى أي نجم إلى أرض أيض أي مريخ عطارد زحل
الباب الكبير لم يسع للسور، سور ما أدري وش وضعه، يبي يوصل إلى أين إلى أين ما أدري، لكن إلى الآن نستدرج الحديث ونطول بالسؤال لكي نحصل على إجابة هادفة مفيدة، جملة مفيدة نستفيد منها أنا والجميع. جميل، سؤال جميل جدا، وتطرقت لنقاط عدة. بما يخص الجدران، أنا قبل الجدران سؤال، فيه سؤال قبل الجدران؟ لا لا، فيه الجدران في قبلها، معلش ما وش أقول، لا لا لا، هو الجدران، لا فيه هناك الجدران فيه. اسمعني اسمعني اللي جاوب، في سؤال قبل الجدران، أنا اللي جاوب، في نقاط معينة لازم تجاوب عليها، بس أنا اللي جاوب، بجاوب النقاط كلها ما عليك. طيب الجدران، بما يخص الجدران في أسوار البيت أو المنتجع، أنا أرتكز على هذه الجدران بحيث أنني أعتلي عليها وأصل إلى كوكب المريخ، وأخذ معلوماتي التي أخذ من كل كوكب معلومة، لذلك أنا أمتلك جميع ما ذكرت، فأنزل وأجاوبك وأجاوب من المستمعين، فهذه هي إجابتي على سؤالك العظيم. ليش تنزل؟ ليش حنا ما نرقى؟ لأن هناك اختلاف المستويات. أو أنت عفواً، أو أنت نازل تحت وحنا راقين، وممكن ترقى لنا أو ننزل لك، على حسب. لأنك أنت لو أنا حالي بنزل ما عندي مشكلة، بس المشكلة قلت أنت والمشاهدين. الحين أسأل أنا آخر سؤال. فأنت غلط. بس آخر سؤال. أنت غلط غلطة كبيرة شرك. طب أسأل آخر. من دون قصد. وشو؟ أنا قلت أخذ معلومات من الكوكب وأخذ معلومات فأنزل وأعطيكم الإجابة. أين الغلط في ذلك يا فيصل؟ تفضل تفضل تفضل. أسأل سؤال أخير. بس قل والله لا ركز. والله ركز. والله. شوف زي قبل شوي أنا مشيت على سؤالك. يلا. هناك سمن يندرج تحت أشجار معروفة لعصافير أصبحت ترى فيصل بن قربة من أشجار ومن خلف القمر، يرى فيصل أنه أصبح شاعرا من لا شيء، ولكن هناك أبواب انفتحت فأغلقت فانسكب الماء. هناك انسكاب الماء، هل له علاقة في فتح مشاريع التجارة ومهد الأرصفة، بحيث أن الأرصفة ألوانها مناسبة وقوية تتناسب مع شخصية فيصل التي يلبس اللون الذي لا يناسبه، وهو في ذلك الوقت يقول أن السيارات تعتمد عادة في الخطوط الجوية، بحيث أن الخطوط الجوية لا تستطيع أن تنزل في مجالات التوصيل في المستقبل، ولكن هناك تطور وسيحدث قريبا قطارات المترو. خصوص السمن، السمن موجود على يمناي منذ ابط. اما بخصوص السيارات، السيارات تشكل لنا حادث كبير في وتعرق السير بسبب الحوادث والزحام، لذا كلمنا الخطوط الجويه بحجز خط طيران من الديره الى الرياض. رغم ذلك وافقوا، لكن سبقهم المترو المطار، وحدثنا مع المطار. هذا اما انسكاب المياه ففيها تحت البنيه التحتيه للمياه، اضفنا لها بنيه فوقيه واصبحت معتدله ولا عاقت فيصل ابدا. المياه وتجي تحت فيصل، تسير تحت فيصل لكي نفهم ان فيصل كبري. المياه تحت تسير تحت فيصل، مو كبري، المياه تسير تحت فيصل، تحت فيصل يعني، بحيث ان فيصل كبري، ولا الطبقه التحتيه تحت فيصل، ثم الطبقة الفوقية ننزلها أيضا، ترفع فيصل فوق. فهمت كيف؟ لين هل فيصل يحتاج الطبقة الفوقية التحتية السفلية تحتية البنية التحتية السفلية الفوقية أسمع ثم إلى تصل الخطوط الجوية، الخطوط الجوية نضعها تحت أيضا، ثم نرجع إلى الطيران ونطيب أنفسنا ونحلق بأيدينا، لا حاجة لنا بالطيران، وأيدينا معنا نطير ونحلق ونهلق العالم. تحلق سكسوكة ولا تحلق شعر؟ وأطير فوق وأرى أسره صغير جدا 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 جدا، لا أراه إلا بالمجهر حينما أكبره، كأنه بعض اللي ما نبقى عليه. كيف الإجابة يا كابتن؟ إجابة موفقة. إيه بديت تركز بالأسئلة. والله مركز، بس أنا ما بيعطيك على جوك، لكن شفت إنك السالفة فيها تحدي، وإنا يعني قلت يا خلني أعطيه. والله العظيم إنك فاجأتني يا فيصل. والله مسوي لي فيها أنت، بس أنا مسوي لك فيها يعني، تعب مع شاعر كذا تلف الدور. والله أوكي. هل ترى أنك ولا خلاص؟ والله كمل، والله كمل، والله ما عندي مشكلة. ما أبي أشيل. ماذا ترى؟ عندي نفسي طويل. ما رأيك لو أننا نأخذ الآن السمن والبر ونجمع أغراضنا ونتوكل على الله؟ والله أنا من أول اليوم أنا أقول لك ها حسنا، هل نقوم الآن؟ هل نقوم الآن؟ لغة عربية عندك مضروبة،
قل لي ماذا؟ ما الذي ضربها؟ ما الذي ضربها؟ ضربتها فاشتكت. فاشتكت فلحقتها فبكت. نعم نعم. سرور الروقي. سرور الغبيوي. ايه الايسر. ايش علمك يا محمود؟ والله الدنيا يا اخوي. دنيا دواء. دنيا معكوسة. ايه يا دنيا. لا ابيك تغني. دنيا معكوسة تنزل بصوت تركوسة. لا ما اقول شيء. دنيا معكوسة. تزرع بصل تطلع كوسة. آه يا دنيا دنيا معكوسة. تزرع بصل تطلع كوسة. دنيا معكوسة. تزرع بصل تطلع كوسة. ايش رايك اللحن؟ دنيا معكوسة. لا اللحن يلا ابو فهد. تزرع بصل تطلع كوسة. لا والله تقولها. دنيا معكوسة. تزرع بصل تطلع كوسة. لا لا عطني 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 الكلمات العراقية حقتك بشوف. ايه ولك يقول اعوذ بالله يقول ايش قلت فيها انا والله ما ادري اقول تريد احكي بس تقول يقول ايه عفوا بسؤالي كم ايجار قلبك عفوا بسؤالي كم إيجار قلبك انطيلي إجابة صادقة بعد فضلك انطيلي إجابة صادقة بعد فضلك هسة متنبي وتحلف بربك ناكر العشرة وخايل لأهلك ولك بسك ولك بسك شتريد احكي بس شتريد احكي بس لا تقول قربك لا تقول قربك قربك صح عفوا مدها عفوا سؤالي ايشي عفوا بسؤالي عفواً سؤالي كم رقمك لا رقم ردمك رقم ردمك عفواً بسؤالي كم إيجار قلبك انطيني إجابة صادقة من بعد فضلك يا صادق بعد فضلك بعد فضلك هسة تموت بربك يا ناكر العشرة وخاين الله تضبطها انت يا ولد لا والله فكني منك صدق لا والله ماني فاضي عفوا بسؤالي كم إيجار قلبك انطيلي إجابة صادقة إيجار لا تكتب والله ماني فضيلة والله ماني فضيلة يا رجل تضرب أصلا تكون ماني فضيلة ماني ضربت أنا بس تذكرتها إجابة صادقة والله حلو بالعراق بعد فضلك هسا تموت بي وتحلف برب ايت صوتي زين عليه حرام يلا اغنى عنها عفوا بسؤالي كم ايجار قلبك انطيلي اجابة صادقة بعد فضلك ما اعرف اراقي انا هسا تموت بي وتحلف بربك يا ناكر العشرة وخايل
ولك شو تريد ذكري ما اعرف ولك ولك شو تريد احكي بس لا تقول قربك بس لا تقول قربك لا انا على قلبك ولا لا انا على قلبك وين قطع على قلبك ولا اصلا اني بدربي وانت خلاك بدربك صارت شيء لهذي ما خلق سيدي قلنا بيها تشوف حد تشوف اني بدربي وانت خلاك بدربك والله اني انا بس عشان مش والله العظيم عطني عطني هذي بدربي وانت خلاك بدربك اسمع عطني الكيس دقيقة هوايا اكرهك ولا ابغى اليوم اصلك هوايا اكرهك لازم تقولها هوايا ايش؟ هوايا اكرهك هوايا اكرهك اكرهك اي اكرهك ولا ابغى اليوم ولا شيلة يا ولد شيلة عراقية يا اخي ايش في ايش المشكلة؟ ترى في شيلات عراقية والله بشوف عطني الكيس عطني الكيس شيلة عراقية عطني الكيس يا حنان اسمع انا بسبقك وانت الحقني بالاغراض طيب عطني الكيس والله اني كسلان تعبان كل يوم عندنا صلاة جمعة وعندنا فارس ولا نمنع والله العظيم انا بشوف شوف شوف شفت تخيل تعرف لو امي عندي وش بقول لها بقولها والله يا امه اني انا احاول بقدر المستطاع اني اصير قدامك 24 ساعة وكلكم طبعا تمام لدرجة اني ما عاد انام كويس لكن هذه الخطة الشهر الثالث ولذلك اتمنى ان امي تشوف وتفهمها وتجيب سمن والله اني اجلس الصبح عشان امي تشوفني بعد والله العظيم والله تشوفني امي تسهر لي عشان يقول 24 ساعه يقول وانا يقول تقوم ايدي تقوم ايدي يا اخي انت جوك ما يجي في الليل ليش؟ انا اتابعك الصبح قلت ابشري والله لا اقعد من الليل لين الصبح اقول لك شيء تقول لي شيء اسمع لا تقول لا تقول اصير انا مهبول لا 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 يا لا 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 يا لا 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 من شاف نظارتي يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 وش اللي كنا نقوله لا 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 تكتب لا تكتب رسائل كلمني كلام تعبت من الرسائل اصحى من المنام ولا تكتب صوتك انت ما شاء الله لا تكتب رسائل كلمني كلام تعبت من الرسائل اصحى من المنام الله عليك تعبني غرامك حياتي أنانك اتنب كلمة حلوة ولو حتى سلام والله يحاول بيض يطلع صوتك زين يا عطي أجلس تعجز ها أجلس شوي والله العظيم أجلس شوي لين تجي الساعة 8 حكم نمشي الحين كم باقي 8 دقائق ما حكم يلا لا تكتب رسائل لا تكتب رسائل كلمني كلام اتعبت من الرسائل اصحى من المنام ابى اجربك في حاجه يلا شوف ابى اقول شوف كلمه حياتك لو تجري لا 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 صدق والله شوف شوف انا ابيك تقول الحركه اللي انا اقول فيها اصحى من المنام يلا
الاحساس اللي انا اقوله في المنام ابيك تقول. اقول لك حاجه يا محمود، انا عندي احساس لكن ما عندي صوت. خليك، لا 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 خلاص، الاحساس ما يحتاج للصوت. اسمع يعني انا ابيك تقول نفس الكلمه اللي انا اقول فيها المنام، يعني شوف الحين. لا تكتب رسائل كلمني كلام، تعبت من الرسائل اصحى من المنام، اصحى من المنام. لا لا كذا. طيب اسمع الحين ما اروح بعيد. لا تكتب رسائل لا كلمني كلام، ايش الكلام هذه؟ لا تكتب رسائل كلمني كلام، لا لا كلام، شوف كيف اقولها، لا لا لا، اتعبت من الرسائل اصحى من المنام. لا تكتب رسائل كلمني كلام، تعبت من الرسائل اصحى من المنام. لا تكتب رسائل كلمني كلام، تعبت من الرسائل اصحى من المنام. ذوبني غرامك حياتي انام، لا كلمه حلوه ولا حتى السلام. الله عليك يا اخي، كيف تلعب؟ ايه كذا ايه الله حب... والله مجنونه هذه. لا تكتب رسائل يا اخي، حبيتها انا. جيب جيب اكتب ابيات عليها وبجيبها على نفس اللحن نفسها. فهمت؟ جيب ابيات زيها. رسائل كلمني يعني مثلا بدل لا تكتب رسائل مثلا تقول زي كذا. تكتب قصائد. لا 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 ترسل قصائد. لا لا يعني انا اقصد مو بنفس الفكره. لا ترسل ولا تكتب، لا يعني مثلا لا لا مثلا لا تبقى تغيب، خليك لي قريب. فهمت قصدي؟ ايه كمل. زي كذا هذيك كملها. قي لي الحين توقف، بس ما ادري ايش بعدها. يلا قريب. لا تبقى ايش؟ لا تبقى ايش؟ لا تبقى بعيد. لا 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 تبقى تغيب، خليك جنبي قريب. خليك خليك قريب. ما فيه غيرك لي طبيب. لا تسوي شيء عكس اللي تقول، ولا تقول اللي أبد ما تفعله. الله أنا وشو لحظة، هذا بيت لي بس إني نسيته. يا تقي صح. لا تسوي شيء عكس اللي تقول، ولا تقول اللي أبد ما تفعله. يا تقرب صدق يثبتها فعول، أو تروح ولا تكثر أسئلة، أو تروح ولا تكثر أسئلة. الله عليك، شفت على طول. ما اشتقت لي، ما اشتقت لي، ما حن قلبك ما سأل، ولا طرى لك ترجعين. زعلانة طيب للمتى، قولي متى قلبك يلين. أنا تعبت من الحنين، ولا بقى فيني صبر. بالله ما ودك تجين، بالله ما ودك تجين، تجين.
ما اشتقت لي ما اشتقت لي ما حن قلبك ما سأل ولا طرى لك ترجعين زعلان الطيب المتى لا متى زعلان طيب لا متى زعلان طيب لا متى قولي متى قلبك يلين أنا تعبت من الحنين ولا بقى فيني صبر بالله ما ودك تجين بالله ما ودك تجين ايش رايك باللحن؟ والله بطل في لحن ثاني سريع افتح صفحه ثانيه خلينا نشوف واجد نفس كذا اي زي كذا عطنا صغار واضح انك ما تبيني ليش ما ادري بس انك ما يا اخي صوت صوتي ما هو زين ولا ودي اكثر شيء حوضي يا شباب عرفت البيت وين ما شفته والله صارت ذاتي انت يا الله حنك يقول لك ترى بقول اللحن يا جماعه يلا يلا شحنتي الله يعطيك الصراحه ايوه واضح انك ما تبيني ليش ما ادري بس انك ما تبيني خايف الطالع بعيني واعتذر والتعذر بانشغالك لاجل ما اسال لاجل ما اسال تكلميني لاجل ما اسال تكلميني لاجل ما اسال تكلم اعطي اللحن هاي واضح انك ما تبيني ليش ما تدري بس انك ما تبيني خايف الطالع بعيني وتعذر بانشغالك لاجل مسأل تكلميني لاجل مسأل تكلميني لاجل مسأل تكلميني هو داعش هو داعش الله يبارك هذا بطل ايزي مالك عفا عليك تبقى معك وربك ما قدر أنا إلا على وربك ما قدر أنا إلا على حسك وربك ما قدر أنا إلا على حسك وبهمسك تقول أشياء من قلبك أطلعنا. ومن صوتك تتمتم لي ومن صوتك تتمتم لي ومن صوتك تتمتم لي كثر ما كان من كائن في وسط الكون في وسط الكون أحبك أنا أحبك
وربك ما اقدر انام الا على حسك وبهمسك تقول اشياء من قلبك ومن صوتك تتمتم لي كثر ما كان من كائن في وسط الكون. انا احبك انا احبك انا الله يا ولد انت ايده والله انت ايده لحنا بضلوني يا ولد وربك ما اقدر انام وربك ما اقدر انام الا على حسك وبهمسك تقول اشياء من قلبك ومن صوتك تتمتم لي كثر ما كان من كائن في وسط الكون في وسط الكون في وسط الكون. انا احبك انا احبك كذا حلو يا اخي مجنونه مجنونه مجنون عاشق انسان غيرك تقع تقع عندنا حتى مجنون لا مربي والله ظاهر انه ما الله مربع ها مربع 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 لا لا تقول نبغى نبغى اصوم لك احتاج 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 والله إيكو. حتى نحتاج ايكو ايش نحتاج ايكو نحتاج ايكو ايوه يلا قل قل الحين قلنا نحتاج ايكو واقرا القصيده اقرا البيات دي لا نحتاج ايكو واقرا نحتاج ايكو لا لا نحتاج ايكو بسكوت ريكو لا خصم يجيكم لا يجيكم الله يحفظك يلا يلا قل قل نحتاج ايكو 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 يلا اقرا ايكو خلاص يقول لا تشتكي ما حد على جرحك بحاس بحاس لا صاحبك تشكي ولا للقريب للقريب يغنيك رب الناس عن كل هالناس اذا دعيته بقلب صافي وطيب اي والله ما حرك احد هذا الحزن اللي هذا الحزن اللي طغى على رجل مثلي بئيس بغى 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 لكن قوى الحظ التعيس لكن قوى الحظ التعيس شوفوا لنا حل جذري أهل الطايف قلوبنا عندكم من شهر ديسمبر عارف سالفته يا نايف الورد ريحة غير يا نايف من ريحة المسك ندري ريحة العنبر يا شيخ كيف هذا بس شوفوا لنا حل جذري يا هلا الطايف قلوبنا عندكم من شهر ديسمبر يا نايف الورد ريحة غير يا نايف من ريحة المسك مدري ريحة العنبر من ريحة أنا بشوف إذا شوف معلش إذا ما في صدى ترى ما تغني ما عاد أنشد لماذا يا عطوه صدى يا جماعة فكوا لي من شره آسف أنا آسف على التأخير والتقصير والتبرير مع عذري والتقدير عذرا حقا من نفسي ومن سواقها التاكسي بأسباب أنا ما جيت على التوقيت من بدري ولا توقعت تجي أدري ولا أدري كيف أصلا جيت لأنك رافض الفكرة ولكن كل هالعشرة وعلى رقمي ما رديت ولا توضعت ثم دقي ولا توقعت ورب البيت انك جيت انك جيت انك جيت انك جيت الله احساسك يا ولد انا انا لا شيء مثلا بتحطه باحساس مثلا أنا
رب يعطينا عاد شو اسمه ذا صدى صدى اطلب الريجي يا رجل اعطوا الرجال صدى اشكوك ما تعطونه والله العظيم انا خايف اعطوا سرور لا صدى بسيط بس كذا لا احنا نتكلم مو انا ايه. جاء شيء بسيط جدا لا لا بسيط انا اسف انا اسف كيف يجيب الاحساس يا سلام عليك لا تقطع فيها وش تبي انت ركاونا لا تقطع ايوه طيب ما هذا طيب انا اسف على التاخير والتقصير والتبرير مع عذري والتقدير عذرا حقا من نفسي ومن سواقه التاكسي بأسبابه أنا ما جيت على التوقيت من بدري ولا توقعت جي أدري ولا أدري كيف أصلا جيت كيف اصلا جيت لانك رافض الفكره وناكر كل هالعشره وعلى رقمي ما رديت ولا تواضعت ثم دقيت ولا توقعت رب البيت ولا توقعت رب البيت انك جيت انك جيت انك جيت انك جيت ترى الحين كل اول زي من دال اي ما ادري انا يجي معي كذا ما حفظه على السريع هو اي شيء يجي هذا ما امسى هذا حلو اقرا اللي رجعت ارجع انا ارجع اللي لا ارجع ايوه ارجع بعد اترك لا لا هذا طعنا تقو انت طلعت حق بيضا انا اسف على التأخير طعنة طعنة تقويك وطعنة تزود جروحك الله عليك اليوم أنا معك وبكرة بفترق منك إذا تبي تعيش خلك عايش بروحك لا تدري بحد لحد دارين عنك الله عليك يا حيف يا بعض الرياجل يا حيف عمود اي لحنا كيفي يا حيف يا بعض الرياجل ماشي ما يضل يا حيف يا بعض لا يا حيف يا بعض الرياجل يا حيف اللي ما اللي ما بين في عيونه عطانا ما نقولها نبغى من الناس اي والله ان الحال يا اخوك في دون ونفوسنا من جور الايام عانت هذا حلو صح يا الغاليه يا الغاليه لا يضيق صدرك وانا حي يضيق حذرا لا تجي صدر أمي أم الحياة وباقي الخلق لا شيء مهد سواها حاول يشيل همي الله أكبر لا ياخذك مني الزعل لا ياخذك مني الزعل وتلوح كفوف الودا ترى العوادل تنفعل تبغى تعيشنا بضياع تبغى تعيشنا بضياع تبغى تعيشنا بضياع هذا حلوه يا بايع الورد ما حد مننا شاري واللي ما عنده حبيب واللي ما عنده حبايب هذا هو رده لا تطق شباكي ولا تمر من داري
بحاجة الحب ماني بحاجة الوردة بحاجة الحب ماني أنا لن وردة. هذا نجاح لجلي أقول لك. يقول ليه داوم واتعب النفس الشقية دامني داري بأن العمر فاني لا تفكر في الحياة الدنيوية أنت ميت لو يطول بك زماني يطول بك زماني. ليه داوم وتعب النفس الشقية دامني داري بأن العمر فاني لا تفكر في الحياة الدنيوية أنت ميت لو يطول بك زماني أنت ميت لو يطول بك زماني أنت ميت لو يطول بك زماني أنت ميت لو يطول بك زماني. أيوة صاير تفهم والله من تطلع هذه حلوة. خلاص يا خلاص يا وجه البدر روفي على القلب الحزين وليش قلبك من حجر ما يتعب كثر الحنين أنا انتظرتك من عمر أيام وشهور وسنين بنقول مكتوب وقدر والله على الدنيا يعين بكره لحطوني بقبر ما تردني هالدمعتين ما تردني هالدمعتين. ايش رايك نقوم؟ هيا بنا يلا مشينا. تعال بس المجلس الباقي هنا بيشيلونها رجال المطانيخ. يلا عطنا 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 الطحين. بشر الطحين الطحين تغطيه؟ لا بنوديه جوا. اخذ سمن. ها يلا انت خذ الطحين وانا باخذ السمن والعسل. يلا حذياني سرقت صح؟ والله ما اعلم انا بعد. شوف انا وش لابس بس عشان تعرف. بنقول مكتوب وقدر والله على الدنيا يعين بكره لحطونا بقدر. بالله تعال تعال استعجل استعجل ما ترد. استعجل استعجل ابغاك استعجل. يلا يلا عفوا بسؤالي كمل. الحين بعلمك حاجه. اتوقع اتوقع انك بتنغب انغبنا مو بصاحي. ما في شيء صح؟ دقيقه لا لا اذا ما في شيء الحين بوريك. ها اذا ما في شيء فوالله انا بحق. ليش؟ لا تصير هذه ثاني مره. ها تصير هذه ثاني مره. قد جحفلت انت امس؟ لا رب البيت. ليش؟ قلنا حاطين شجع. ليش؟ ربك يعطيك الثمر باللي نقدر وعلى الأقل طيبك الماء هي حياتك وانت لو